طبعا الصوره ديت زي ما انتم شايفين اللي هو قبل ما كده بعد كل الاغنيه دوت الدنيا كلها ممكن تبقى متوصله ازاي. نفس الشركه ممكن تكون متوصله كل فروع ده داخل بدي اس ال على خط تليفون، ده داخل بكيبل على خط تلفزيون، ده داخل وايرلس مثلا 3 جي، ده داخل ميزو لاين تي 1، ده داخل ساتلايت، ده داخل اي اس دي ان اللي هو التليفون القديم خالص اللي بيتصل عادي، كل ده ممكن يخش في نفس الحاجه تكون متوصله حسب المتاح في كل مكان. زي ما قلت بقيه الشابتر هنمسكهم واحده واحده كده الحاجات ديت ونعيد فيهم تاني كلمتين. قبل ما يبتدي في اللي هو البرايفت والبابليك والديكيتد ومش ديكيتد والسيرفيس ويتش بيتكلم على حاجه ظريفه في النص كده اللي هي السيرفيس بروفايدر نتورك نفسها. يعني احنا طبعا مش هنجيب سيره الكلام ده بعد كده، سوري يبقى كده في سلايد واحده كده. انا طول ما احنا بنتكلم في الويب ماليش دعوه باللي بيحصل جوه شركه السيرفيس بروفايدر ولا الشبكه بتاعته خالص. انا الكونكشن بس اعرف اللي من عندي لعنده عباره عن ايه، الكونفجريشن بتاعه ازاي، فيزيكال وداتا لينك اه، لكن جوه هو نفسه شغال ازاي ماليش دعوه. بس هنا لمحه بسيطه عن اللي بيحصل ولما بنتكلم على الفايبر وازاي النهارده الفايبر بيشتغل في كابلات البحر اللي هي ديت ورابط السيرفرز وبعضها كله ببعضه. حاجه اسمها دي دبليو دي ام. تمام؟ ايه دي دبليو دي ام دوت؟ ده اللي بيشغل الفايبر كله النهارده بحيث ان هو بيقدر يعمل مالتي بلكسنج زي ما انتم شايفين كده بهذا الشكل اكتر من سورس فايبر لاكتر من اوتبوت في الناحيه الثانيه بيجمعوا كده الاول ويمشوا ويقدر يجمع التو مين تكنولوجيز للفايبر. يعني فايبر اللي شرحناه قبل كده ده كان ايثرنت مالوش دعوه خالص بالفايبر ده، ده الفايبر اللي هو بيمشي في الارض وبيمشي في البحر والحاجات الغريبه دي. فعندنا اثنين ستاندرد سيم سوليد او سينكرونس اوبتيك نتوركينج واس دي اتش او سينكرونس ديجيتال هيراركي. تمام؟ واحد في امريكا اللي هو سوليد واس دي اتش ده بتاع اوروبا. حلو؟ فسواء دوت او دوت الدي دبليو ام دي ام ده بيدعمهم اختصار طبعا لدنس ويف لينس ديفيجن مالتيبلكسنج، وده احدث تكنولوجيا موجوده للفايبر. زي ما انتم شايفين هتلاقي كده شويه كلام ظريف قوي، باي دايركشن كوميونيكيشن اوفر وان ستراند اوف فايبر، يعني شعر معايا واحده من الفايبر باي دايركشن يعني في الاتجاهين، ده عكس اللي احنا قلناه قبل كده خالص، مش معقول هو بتبعت في اتجاه واحد. تمام؟ هي الفكره كلها طبعا في الايه؟ في المالتيبلكسنج اللي بيحصل والويف لينس الطول الضوئي والحاجات دي. في بقى ايه تكنولوجيز جامده في الموضوع، يقدر يمالتيبلكس اكتر من 80 شانلز على سنجل فايبر، اكتر من 80 قناه على سنجل فايبر، كل شانل بتشيل 10 جيجا، يا خبر ابيض. اذا الفايبر رايح واحده كده تقدر تشيل كام؟ 800 جيجا. تمام؟ اساينز ان كامل اوبتيكال سنس تو سبيسيفيك ويف لينس اوف لايت، يعني الضوء ده الالوان اللي هو عاملها لك دي بمعنى ان اللون ده هو اللي هيطلع هنا بالظبط، فعنده المالتيبلكس بتاعه بيشتغل كويس جدا في هذا الموضوع، وهو ده اللي بيقوم بقى زي ما انتم شايفين سيرفيس بروفايدر هنا في جنوب افريقيا مع سيرفيس بروفايدر هنا، كل الشبكه الانترناشونال بتاعتنا اللي هو كابلات البحر دي النهارده بتشتغل معظمها ايه؟ الدي دبليو دي ام اللي هي السبمارين اللي احنا كنا لسه قايلينه من شويه. اوكي؟ فدي لمحه بسيطه عشان بس بقول لك احنا مش هنجيب سيره شركه سيرفيس بروفايدر بعد كده تاني خالص. ماليش دعوه بيها. نيجي نراجع كده نشوف التقسيمه ديت احنا عارفينها ولا لا؟ الوان بتنقسم لايه في الاول وايه؟ برايفت وبابليك صح؟ طبعا دي البابليك لان تحتها انترنت ودي البرايفت. طب نمشي هنا زي ما شفنا انترنت تحتها ايه؟ ايه الميثود اللي انا بخش بيها عشان خاطر برود باند وكوما في بي ان، وطبعا زي ما قلنا انواع كتيره تحت اي حاجه تنفع اللي هو دي اس ال ومش عارف ايه والحاجات دي. البرايفت تحتيه نوعين سويتش والتاني كان اسمه ايه؟ ديليكيتد صح جميل. الديليكيتد اللي هو بيشتغل عن طريق تكنولوجي اسمها ايه؟ اللي هم في منهم التي والاي. حلو؟ سويتش ان تو تايبس باكيت سويتش ثاني اسمه سويتش اللي هو خط التليفون يعني بي اس تي ان واي اس دي ان، وده اللي هو فيه 70 حاجه تحديدا زي ما قلت. هيمسكهم واحد واحد من الشمال كده من اول الدليفري يعني لغايه الاخر. دي سلايد زي ما انا بقول ده الستاندرد في امريكا اللي هو تي، وده الستاندرد في اوروبا اللي هو الاي. تمام؟ وبيبتدي من اول تي 1 في امريكا اللي هو امريكا ونص، واي 1 بيبتدي ب 2048 زي ما قلنا. وايه المميزات؟ يعني كل واحد من دول هيمسكهم بس صفحه واحده عليهم، المميزات وعيب حاجه فيري سيمبل يعني. المميزات بوينت تو بوينت كوميونيكيشن ليك ريكوايرز مينيمال اكسبرتيز تو انستول اند ميتين، يعني فيري سيمبل هو التكنولوجي بتاعته فيري سيمبل، فسمبلستي بتاعتها بتخليها انها سهله جدا ان انت تمنتين الحاجه دي بتوصلها شغاله. كواليتي دي اعلى جوده موجوده عندنا من ناحيه الباندوس ديديكيتد حضرتك 100%. افيلابيلتي كونستنت افيلابيلتي اللي هي متاحه 24 ساعه زي ما قلنا في اليوم، المفروض ان هي يعني على طول شغاله ديديكيتد، وده مناسب جدا مثلا حاجه زي فويس اوفر اي بي عايز شغل تليفونات وتتكلم على حاجه زي كده. العيوب طبعا نمبر 1 هي الكوست، لو دي اغلى واحده موجوده فيهم. نمبر 2 ليمتد فلكسبيلتي بمعنى ان انا عندي فيكس كاباسيتي في اللاين، لو مثلا انت بتقول لي الخط 2 ميجا، طب افرض انا عايز مثلا 2 ميجا ونص، لا مش لازم، افرض عايز 4 ميجا، لا هو بعد 2 ميجا في 6 ميجا مثلا.
مفيش اسمها 4 ميجا. طب عايز 10 ميجا؟ لا، بعد 6 ميجا في مثلا 30 ميجا على طول، مفيش حاجه. لا هم كده، دي طريقه المولتيبلكسنج اللي بيحصل زي ما تشوفوا، هو اللي بيخليهم يشتغلوا بهذه الطريقه. تمام. فبالتالي الموضوع مش مش مرن بطريقه كبيره يعني. اللي هي بروتوكول فيهم زي ما هنشوف ان شاء الله في الشابتر الجاي اللي هو دلوقتي حالا يعني، اسمه اتش دي ال سي او بي بي بي، دول اللاير 2 بروتوكول بتاعهم، واللي هو نفسه زي ما قلت لكم هيبقى نفس اللاير 2 بروتوكول اللي ممكن في التحديد دوت في بعد كده اللي هو الدايل اب، اللي هو بعد كده على طول اللي هو ماشيين الشبكه. فالدايل اب زي ما قلنا بيستخدم خط التليفون، وعندنا تو تايبس اوف نتوركس للدايل اب، البي اس تي ان اللي هي بلين سويتش تليفون نتورك، اللي هي شبكه التليفون العاديه اللي هي موجوده لحد دلوقتي في البيوت عندنا، ودي اقصى حاجه بتوصل فيها لكام؟ 56 كيلو بيت بير سكند. تمام؟ تقدر توصل بدايل اب مودم وتقدر تتصل. ايه المميزات والعيوب والكلام ده كله؟ الادفانشز بتاعتنا اللي هي سيمبل افيلبل في كل حته، والتكلفه بتاعتها قليله جدا. الديسادفانشز اللي هي طبعا بطيئه جدا جدا جدا، وتتحاسب بالوقت وتاخد وقت طويل جدا عشان تبعت الحاجه بتاعتك، فيها تاخير كبير. طبعا مشكله مش مناسبه زي ما قلنا محدش بيشتغل فيها. بس زي ما قلت لكم في شبكه تليفون ثانيه. التطور بقى اللي حصل ازاي في الاختراعات؟ ان عملوا شبكه تليفون طبعا من زمان جدا، شوف بقى راجل اخترع التليفون من بيل ده ولا اسمه ايه. بعد كده اخترعوا شبكه تليفون ثانيه ديجيتال، دي كانت ثوره ساعتها اول ما نزلت اي اس دي ان. تمام؟ انتجريتد سيرفيسز ديجيتال لاين الديجيتال نتورك. تمام؟ ايه الانتجريتد سيرفيسز ديجيتال نتورك دي؟ قال لك هنشتغل بخطوط تليفون ديجيتال، اللي الشبكه مش هتمشي انالوج اللي هي الصوت بتاعتنا، لا هتمشي ديجيتال. طبعا كان المفروض هتبقى افضل بكتير بالنسبه لنا، كان بتعمل حاجه اسمها مالتيبلكسنج، في حاجه اسمها تي دي ام او تايم ديفيجن مالتيبلكسنج هتشوفه في الشابتر الجاي، وده كان بنشا التكنولوجي اللي هي اسمها الاي اس دي ام. وده في منها تو تايبس، التايب اللي طلع الاول كان اسمه البي ار اي اللي هو اختصار لبيزك ريت انترفيس، وده كان بيقدر الكباسيتي بتاعته تشتغل بهذه الطريقه. في ثلاث خطوط زي ما انتم شايفين او ثلاث كابلات موجوده جوه، كل خط ده خط تليفون داتا بقدر ابعت عليه داتا بنسميه بي شانل، اقدر احط واحد او اثنين، يعني مش لازم احط اثنين. فلو حطيت واحد من دول الساعه بتاعته كام؟ 64. لو حطيت اثنين يبقى 128 وده اخرك. يبقى اذا كنت تقدر تدخل خط 64 او خط 128. عايز اقول لكم ده اول ما نزل في التسعينات مثلا، ولما نزلناه بقى وصلناه يا ده الهول، يعني كنا ساعتها بنخش بالمودم كانت سرعته 9600 بيت بير سكند، ده قبل حتى 56 كيلو، يعني سرعته كانت 9 كيلو. فاهمين الفكره؟ 9 كيلو، لما ده نزل كانت يعني ثوره، 64 كيلو دي كانت حاجه، ولما اتدخل بقى خطين 128 كيلو يا سوري عربي. فبس خلي بالك ده ما زال خط تليفون، يعني لو دخلت الاثنين بقت السرعه 128 كيلو، ده ما زال ده لا بتصل برقم 0 كذا 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 كذا، وبيحاسبك بالدقيقه طبعا. دول خطين، فلو قعدت 10 دقائق تبعت داتا شوف الحساب بتاعه كام وضربوه في 2. غير انه كان لازم يبقى سبورتد في السنترال، يعني السنترال نفسه لازم يبقى فيه ديفايس سبورت التكنولوجي بتاعت الاي اس دي ان، كنت رايح تشيله موديل مخصوص اسمه اي اس دي ان. تمام؟ طيب ايه بقى بتاع اللي تحت دي؟ دي شانل، دي اللي هي بتاعت الكنترول، يعني دي اللي بتمشي عليها الداتا، لكن انت مثلا بتبقى عايز تبعت داتا معين، تطلب حاجه معينه او تعمل حاجه معينه في الخط، الاتصال مثلا نفسه بيتم على الشانل اللي هي 16 كيلو. فرغم ان التوتال بتاعهم 144 لكن اكشولي كنا بنقول عليه كام؟ 128، لان ده السرعه اللي انا ببعت عليها داتا، دي ما اقدرش ابعت عليها داتا. القصه ده كان اسمه البي ار اي زي ما انتم شايفين كده، اللي هو بيزك ريت انترفيس. عملوا بعد كده بي ار اي، طبعا بيشتغلوا ده، هو ده بي ار اي وده بي ار اي، بس ده بي اي فور بير والتاني بي اللي هو بيزك وده برايمري. فده الله ايه اللي هو عمله ده؟ بدل ما ندخل خطين كده وخط ثالث، ايه رايك لو زودناهم شويه؟ زودناهم لدرجه ايه؟ لدرجه ان هم يبقوا 24 او 23 هنا او 30. الله طب ايه ده هيحصل ايه في الاخر؟ كل واحد منهم مازال في مسيرته 64، وده هو الايز لاين. يعني الايز لاين طلع عباره عن ايه؟ مجرد خطوط تليفون ديجيتال عاديه جدا بتجمع مع بعض، بيحصل لهم مالتيبلكس مع بعض وبيتجمعوا ويبقوا خط واحد. اوكي؟ فاذا هو ده السبب ان هو يطلع بهذا الشكل، عشان كده يقول لك التي 1 ميجا ونص ولا الاي 1 تمام 2048 ده عباره عن مجموعه من الخطوط بتجمعها مع بعض، يبقى الاصل بتاعهم الاي اس دي ان هو اللي اتحول بعد كده للبي ار اي، ده اللارج انستليشن اللي هو بيقول لك يبقى في 23 بي وواحده دي في امريكا اللي هو يعملوا ميجا ونص، والثاني طبعا عنده العكس 30 دي 30 بي وواحده دي يعملوا 2048. اوكي؟ طبعا بيقول لك ايز ام ستيل امبورتنت تكنولوجي فور تيليفون سيرفيس بروفايدر نتورك اتس ديكلاينينج ان بوبيلاريتي از انتجريشن ويز دي اس ال. يعني ايه التطور اللي حصل؟ لما نزل دي اس ال مسح الراب الايز دي ال. تمام؟ لانه الايز دي ال كتكنولوجي بقى 64 كيلو ولا 128 كيلو، بتكلم على عمليه، الثانيه خلاص اعتبر ان دي ليز لاينز خلاص انتهت، بقت ما زالت موجوده طبعا.
لكن ان انت دلوقتي تلاقي حد عنده اي اس دي ان يعني حاجه نادره جدا جدا جدا. تمام؟ ما تنساش ان هي مثلا الدايلوج يعني كان بيحصل كان الاتي عشان تبقوا فاهمين مثلا لغايه سنه 2005 انا كنت شايف الكلام ده 2008 من قبل ما اسافر كانت تلاقي الشركه شركات كبيره مدخله خط ليز لاين وعامله خط الباك اب اي اس دي ان. فاهمين القصه؟ فانا مدخل خط ليز لاين اساسي اي 1 مثلا 2 ميجا بس لو ده وقع ولا حصل فيه حاجه عندي خط دايلوج بس اي اس دي ان لو 128 كيلو عشان يعني يساعدني شويه يبقى هو دي الاحتياط. النهارده طبعا بتلاقيه مدخل خط ليز لاين جامد كبير والباك اب بتاعه مثلا ممكن يبقى دي اس ام ستاندرد او غالبا النهارده بيشتغل ايه اللي هو مايكرويف 3 جي ان هو زي 3 جي شبكات المعلومات. تمام؟ اذا ده هو الاي اس دي ان برضه مش حاجه مهمه بالنسبه لنا. نيجي بعد كده للباكت بدايه بقى الباكت سويتش نتورك زي ما قلنا دول فيهم انواع كتير قلنا في 20 نوع مختلف مثلا بس واحد من اشهرهم كان الفريم اللي الحمد لله تاني اتلغى من المنهج. تمام؟ ليه الحمد لله؟ لانه حاجه تكنولوجيا جنسه شويه وكنت عشان تشرحها وتشوف التطبيق بتاعها كان عليك الشرح النظري بتفهمها كويس ازاي وكمان الكونفجريشن بتاعها والتفصيل والادفانس بتاعها كمان فكانت يعني بتاخد مننا وقت ومتعبه شويه لكن دلوقتي اتلغت. طب ليه اتلغت؟ كان دي في يوم من الايام اشهر تكنولوجي موجوده في العالم. كان مثلا احصائيات تقول لك 85% من الوقت في العالم شغاله فريم لين. ده رقم نسبه كبيره جدا جدا بس النهارده ممكن تلاقي العكس لو الاحصائيات دي اتعملت تلاقي لك 15% مثلا من العالم شغال فريم لين. واضح ان هي بيحصلها ايه من زمان اللي هي في انتحار كده اللي هي بتنتهي وبس كانت تكنولوجي جميله جدا جدا ومفيده جدا جدا بالنسبه لنا ان هي كانت اول حاجه تقدر تخليني اعمل باكيت سويتش رخيص. يعني لما اخترعت التكنولوجي ديت هي طبعا تطور لحد ممكن اول حاجه اسمها اكس 25 ده رجع بقى تاريخ ورا خالص يعني اكس 25 تطور لان هو بقى فريم لين ده اللي هو انتشر وقعد يعني من اوائل التسعينات يمكن لغايه منتصف الالفينات ولا حاجه وكان شغال كويس جدا فكان بيسمح لي ان انا اشبك السيرفر بايدا زي ما قلنا ان انا اوصل واعمل كونكشنز موجوده ما بين الناس كتيره جدا بس باكيت سويتش وبالتالي ما فيش حاجه ديديكيتد فيها او حاجه زي كده. كان بيسمح لك انت كمشترك توصل الفروع بتاعتك باي طريقه انت عايزها. بمعنى انا مثلا افترض انا عندي خمس فروع في مصر تمام القاهره اسكندريه مش عارف المنصوره شرم الشيخ اسوان بس وعايز توصلهم هتدخل في كل فرع ليست لاين وشكرا. يعني ايه شكرا؟ يعني بعد كده بعد ما تدخل ليست لاين السيرفيس بروفايدر يقدر يوصلك الفروع ديت جوه الشبكه بتاعته زي ما انت عايز. يعني الطريقه المشهوره جدا اللي كنا بنوصل بيها اللي هي هاب اند سبوك او بنسميها ستار. يعني نيجي فرع القاهره نوصله اسكندريه ونوصله اسوان ونوصله شرم الشيخ صح كده؟ طيب ده بنوصله ازاي؟ فرع القاهره داخل فيه خط ديجيتال لاحق بس اللي هو ليست لاين خط واحد لكن لوجيكالي عن طريق اللي هي الفريم ريلي بيبقى متوصل للاربعه لوكيشنز التانيين. فاهمين القصه؟ طبعا طب استنى طب افرض انا عايز اوصل مثلا يعني فرع المنصوره فرع اسكندريه لايت يعني في داتا مخصوصه كتير بتروح من المنصوره لاسكندريه ولو انا شغال هاب سبوك ماشي بس لو المنصوره عايز يكلم اسكندريه لازم يروح القاهره الاول مش ده الهاب في نص القاهره والتانيين متوصلين بيه لا المنصوره عايز يكلم اسكندريه مباشره في لو داتا هناك كتير طيب ماشي هعمل ايه؟ هرفع سماعه التليفون اكلم سيرفيس بروفايدر هدفع له فلوس زياده شويه وهيفتح لي زي دايره مخصوصه جوه الفريم لاين نتورك لي يعملها لي في خمس دقائق تشتغل يبقى في كونكشن دلوقتي حصل ما بين ايه؟ المنصوره واسكندريه. لو ده كان ليز لاين قسم ليز لاين اللي هو ديديكيتد اللي هو شغال بوينت تو بوينت كانت قصه ثانيه خالص لكن ده هنا انا مدخل ليز لاين ده الخط الديجيتال الفيزيكال اللي انا مدخله لكن اكشولي التكنولوجي اللي شغال عليه كان فيري فليكسبل وسهله جدا والكوست بتاعتها كانت اقل بمراحل. يعني انا هتلاقيه بيقولوا هنا لما بيتكلم على المميزات مش حاططها هنا مميزات لا بصفحه ثانيه جايه مميزات هي الكوست بتاعتها كانت قليله جدا وان كانت بتديك كنترول عالي جدا فلكسبيليتي زي ما انت عايزها كنت تقول له مثلا اوكي رباط اسكندريه والمنصوره بسرعه مثلا كام 335 كيلو ممكن تقول له حاجه زي كده يعني ممكن تقول له رباط الاثنين فاهمين بقى مش اللي هو ليميت دلتا بالسعه بتاعت الليز لاينز اللي موجوده لا تقدر تعمل اللي انت عايزه. تاني اشهر تكنولوجي موجوده في نفس الشغل تقريبا في فريم دي بس دي كانت اقل في الحقيقه هي الاي تي ام او اسينكرونس ترانسفير مود طبعا مش الاي تي ام اللي هي المكان بتاع الفلوس يعني فدي تكنولوجي ظريفه جدا جدا ومختلفه عن اي تكنولوجي اللي درسناها قبل كده لان الفريم اللي زي ما واضح من اسمه في فريم فالداتا اللي كانت بتمشي في الشبكه بتاعت سيرفيس بروفايدر كانت فريم فريم عليها كان لها هيدر وتريلر ولها سايز عادي خالص ده غريب جدا الاي تي ام يقول لك لا انا ما بشتغلش بفريم انا بشتغل بحاجه اسمها سيل اللي هي خليه والخليه بتاعتي ديت الغريب فيها يعني اسمه مختلف بس الفريم هي لا مش قصدي كده الفريم بتاعتنا ما هياش فيكست سايز يعني فاكرين في ايام الاتصالات كنا بنقول فريم من 64 بايت لغايه 1518 بايت صح مينيموم سايز وماكسيموم سايز
طب هي يعني رقم، هي رقم فضول يعني، ينفع الاقي فريق ماشي 64 اه، وينفع تلاقيها 700، وينفع تلاقيها 300 و570، اي رقم. لا الاي تي ام شايفين الدوائر بتاعته دي اللي هي اسمها سيلز، الفاكس سايز بتاعها 53 بايت، يعني كل قطعه اسمهاش فريم اسمها سيل ماشيه في الشبكه بتاعت الاي تي ام لازم حجمها ثابت 53. لازم حجمها يبقى ثابت كام؟ 53. الهيدر واخد 5 يبقى كده فاضل لك كام؟ 48 بايت للديتا. طبعا التكنولوجي مختلفه خالص. الميزه بتاعتها ان هي بتسبورت فيديو وفويس ترافيك بنفس الوقت مع الديتا عندنا، وطبعا ده بيخليها سريعه جدا جدا، وكانت بتسبورت سرعات كبيره من اول تي 1 واي 1 اللي هم اقل حاجه في الفيز لاين لغايه او سي 12 اللي هو الطريق اللي هو بتاع الفايبر مثلا 628 ميجا زي ما انتم شايفين. وكانت بتشتغل بطريقه مشابهه جدا للفريم ليت، يعني من الاخر لو انت فهمت فريم ليت تكنولوجي بتشتغل ازاي وحته الدوائر اللي جوه والربط والكلام ده كله، كان الاي تي ام بيشتغل بنفس الطريقه. بس الفكره ان هو بيقول لك ده العيب الاساسي بتاعه، نيدز اولموست 20% جريتر باندوث ذان فريم ريلي. ليه؟ يعني لو انا شغال موصل فروع ببعض فريم ريلي هحتاج باندوث كذا ميجا مثلا، لو عايز اوصله نفس الفروع اي تي ام بنفس الباندوث هحتاج ازود 20% يعني 1.2. طب ليه؟ ايه اللي بيحصل؟ بسبب حته التقطيع الثابت اللي هو 53. الفريم اللي هي زيه زي الايثر نت، لما بتيجي بتقطع بتقطع اي قطعه زي ما انت عايز، ليك مينيمم وماكسيمم. طبعا الماكسيمم ما كانش 1513 ال 512 في الحقيقه في الفريم اللي هي، لكن ليك مينيمم وماكسيمم. لكن ده بيقول لك لا، فانت ايه اللي ممكن يحصل هنا؟ انك ممكن تلاقي نفسك القطعه دي تلاقي 53 بايت وتلاقي هنا 5 بايت وتلاقي الداتا اللي جوه 2 بايت بس مش 48. انا بجبرك بالظبط، كان اخر 2 بايت معايا فبيتحطوا فين؟ هيتحطوا في خليه كامله، فاهمين الويست اللي بيحصل من هنا؟ فعشان كده محتاج ايه؟ الباندويتس الزياده. برضه نوت امبورتنت، كل ده ده بقاش يعني انا ما يهمنيش انا الديتيلز اللي قلتها بقى دلوقتي بتاعت اي واحد من دول، انا يهمني ان انت تقدر الصوره الكبيره دي تفرق ما بينهم، تقول ان ده باكيت سويتش، ده سيركت سويتش، ده ديديكيتد، ده برايفت، ده بابليك، الكلام ده كله. بزينا في الباكيت سويتش اللي قلنا هو اكبر حاجه، ونيجي بقى للبيج بوس، للزعيم، للفيوتشر، للنهارده، لكل حاجه شغاله دلوقتي ازاي او متجهه هتشتغل ازاي، لا فريم ريلي ولا اي تي ام. لما هم دول اتلغوا خلاص دلوقتي يعني معظم الوقت خلاص بيمشوا، ايه الجديد؟ الايثرنت وان، مش الايثرنت العاديه بتاعتي، ليها كذا اسم، ايثرنت وان، انترنت ايثرنت، مترو ايثرنت، مان اللي هي متروبوليتان اريا نتورك، كل دوت بيعني تقريبا نفس الشيء. ده نستخدم تكنولوجيا الايثرنت بتاعتنا اللي احنا كلنا عارفينها وحاجه عيبه جدا وبسيطه وسيمبل في ان انا اعمل بيها وان. طب ازاي؟ السيرفيس بروفايدر بدل ما كان بيوصل لك خط تليفون، فاكرين خط تليفون كان بيجي لغايه عندك وتدخله انت في جهاز تمام؟ سواء مثلا بتاع جهاز ليست لاين ولا مدخل خط تليفون عادي تدخل في دايل اب موديم، لا دلوقتي هيوصل لك ايه كابل ايه لغايه عندك؟ كابل ايثرنت. يعني هتلاقي الكونكشن اللي جاي لك من السيرفيس بروفايدر هيبقى كابل ايه يا جماعه؟ ايثرنت. ممكن يبقى فايبر وممكن يبقى نحاس. ايثرنت فيها فايبر ونحاس زي ما انتم عارفين. وده اللي بتسمع عنه دلوقتي مثلا ان هو موجود في مصر هنا دلوقتي حاليا في اماكن كتيره ابتدى يبقى موجود للشركات وحتى للبيوت اللي هو الاف تي تي اتش اللي هو فايبر تو ذا هوم تمام، موجود في كذا مكان ابتدوا يعملوا فيها في مدينتي مثلا في منطقه اسمها منطقه الفيلات اكسكيو، لازم غصب عنك لو عايز تدخل الانترنت فيها هيدخلك فايبر، يدخلك كابل فايبر لغايه البيت اوكي. فاذا متاح وموجود عندنا، فلما نقول حاجه زي كده يبقى انا داخل ايثرنت. الفكره بقى مش حته الكابل الفايبر ولا الحاس، انا لسه قايلك من شويه ان الكابل الفيزيكال نفسه ممكن تشتغل عليه اي تكنولوجي من دول، المهم ان انت شغال عليه ايه؟ يعني لو مسكت الفريم من جوه وبصيت هلاقي الفريم ايه؟ ايثرنت فريم تمام؟ فطبعا زي ما قلت ده الفيوتشر بالنسبه لنا وحاجه جميله جدا جدا. بيقول لك الفايبر بيساعدنا ان انا اقدر امشي جوه المسافات البعيده، لان زي ما انتم عارفين 5 كيلو مثلا ده اللي هو ال 1000 بيز ال اكس، ال 1000 بيز اس اكس بيسبورت لغايه 70 كيلو، في حاجات اكتر من كده كمان. فاذا لو انا بتكلم من السنترال لغايه البيت عندك ولا ايه؟ فاهمين الفكره؟ يعني هو الفايبر ده هو السنترال نفسه المفروض دلوقتي متوصل بفايبر كده كده للسنترالات الاخرى. السنترال ده فاضل النقطه ان هو يوصل لك انت لغايه عندك فايبر او لغايه اللي زي البوكس، يعني مش هتسميه بوكس قوي بس ده لغايه بيوصل من السنترال لغايه البوكس دوت وبعدين البوكس اللي عندك انت، ده كله يبقى فايبر. يعني لو حد فيكم تبع سنترال اللي غير رقمه في اخر سنتين تلاقي حصل حاجه كده وطلب رقم التليفون اتصلوا بيك او الوقت بتاعه ورقم التليفون بتاعك اتغير وتلاقي خدمه النت وقع كام يوم والكلام ده كله، ده كان بسبب تغيير الكابلات الفايبر. واللي حصل كده ان بقى عندك طالع في السنترال بتاعك بعد كابل فايبر من عندك لغايه حاجه اسمها الام سان تمام، اللي هو زي بوكس اللي بيقولوا عليه، بس لسه ما وصلكش البيت انت فايبر. اللي طالع من الام سان ده لغايه عندك ايه في البيت؟ فايبر.
نحاس لا نحاس لغايه عندك انت بالظبط لغايه عندك انت طلع السنترال فايبر بس لغايه البيت عندك انت نحاس. طب هم استفادوا ايه غير التكلفه العاليه؟ اولا بيجهزوا للمستقبل، ثانيا الكونكشن دلوقتي بقى افضل بكتير، بقى السرعات اللي موجوده والجوده بتاعت الكونكشن افضل بكتير. يعني حتى لو انت كنت مشترك قبل تعديل 2 ميجا انترنت وبعد تعديل 2 ميجا انترنت، ال 2 ميجا دي احسن من 2 ميجا بس الاهم اللي هو بقى فيوتشر، هو بيجهزوا كل دوت اللي هو هينزل لك بلان تبع تي داتا او تبع وات ايفر، هيقول لك اوكي هوصل لك فايبر. بقول لك هم بيتستوا الكلام ده دلوقتي في كذا مكان في مصر، هوصل لك فايبر للبيت. لو انت تبع واحد من السنترالات دي هيقدر يعمل كده، بس الفكره هتنزل بكام والتكلفه بتاعتها كام. تمام. فاذا الكلام دوت هيبقى مفيد جدا جدا، هو ده الفيوتشر. السيرفيس موبايل اللي هيشتغل حاجه اسمها بيتر ايثرنت، وده يبقى متاح. بص مثلا الشركه دي بيقول لك انا هنا مين ستريت داون ساوند شكل داستر بارك سبب، يعني هنا دي مدينه واحده وانا مثلا عندي فرع مدينه نصر مصر الجديده في المعادي وعايز اوصلهم لبعض، هيوصل لي كام ايثرنت؟ بص حتى الجهاز عندك اللي هيوصلك ايه؟ مش كان عندي راوتر ودي سي اي ولا الكلام ده خالص، مش هجيب راوتر اساسا بايه ده؟ مالتي سويتش. هو جاي مدخل كام ايثرنت اللي هو جايبه ده على الكور بتاعي او اللي هو الكور سلاش ديستريبيوشن، هوصله كده دايركت على طول. تمام؟ طبعا ده هتبقى يعني فرق كبير جدا جدا في السمبلستي بتاعت الموضوع. وتعالى نشوف المميزات بتاعته، ريديوسد اكسبنسز اند ادمنستريشن. تمام. طبعا الايثرنت وان دي بتخلي الموضوع هاي بادلز جدا بالنسبه لنا، بقدر مانج داتا وفويس وفيديو كلهم في نفس الانفراستراكشر بسهوله جدا. يعني خلاص انتوا فاهمين ده هيعمل ايه؟ ده هيلغي كابلات التليفون، مش هيبقى في كابلات تليفون ماشيه في الارض. في امريكا هيلغي كابلات التلفزيون، امريكا عندهم كابلات تليفون ماشيه وكابلات تلفزيون ماشيه، كل ده يتلغى، يبقى هو بس كابلات فايبر ونشتغل الايثرنت بتاعتنا تبعيه الستاندرد. تمام. وده طبعا بيخلي التجربه بتاعته القادمه اللي هو بتاعته اسهل بكتير، سهل ان انت تدمجه مع التكنولوجيز اللي موجوده حاليا اللي هي الايثرنت موجوده في اللاين والايثرنت في الويب، بتبقى حاجه حلوه جدا. بزنس برودكتيفيتي تبقى افضل عشان خاطر انا عندي دلوقتي ابلكيشنز بتقدر تعمل لها امبلمنتيشن اسهل بكتير. لو كنت بتطبق الابلكيشن تشتغل على فريم ريلي ولا اي تي ام ولا الحاجات الثانيه القديمه دي بتقابل مشاكل، لكن النهارده الموضوع حاجات زي الفويب وحاجات زي الابلكيشنز الداتا بيز والحاجات العاليه والكلام اللي محتاجه يعني داتا بادلز معين، الموضوع بقى افضل بكثير جدا. تمام. فبيقول لك الايثرنت وير كومنلي بينج يوز ريبليس ذا تراديشنال فريم ريلي اند اي تي ام. فحبه حبه تدريجيا كده ممكن تلاقي في خلال خمس سنين الفريم ريلي والاي تي ام اتلغى تماما، وان شاء الله كله يبقى شغال اللي هو الايثرنت وير دوت او المترو ايثرنت. تمام. ده اوريدي الستاندرد بره يعني في امريكا مثلا وبعد كده في اوروبا ده الستاندرد. نيجي لحاجه اسمها MPLS. ايه دي؟ ايه الاجابه هنا؟ ما تقلقش، كلمتين مصاد جدا. ال MPLS في الحقيقه مش وان تكنولوجي. يعني كل اللي قلناه قبل كده دوت كنت بنشرح ازاي حضرتك بتتوصل بالوان. يعني نت ريسونت اوكي، فريم ريلي اوكي، اي تي ام اوكي. ال MPLS اكشولي مش تكنولوجي بتقول لك انت ازاي بتتوصل بالوان، بل هي سيرفيس موبايلر تكنولوجي. هي ايه؟ سيرفيس بروفايدر تكنولوجي. بس هي اساسا حاطها لك هنا عشان انت يعني ما تخرجش من السي سي ان اي وانت ما سمعتش الاربع حروف دول. طب ايه الاربع حروف دول؟ يعني ايه هي سيرفيس بروفايدر تكنولوجي؟ اختصار لمالتي بروتوكول ليبل سويتشنج. مالتي بروتوكول يعني كذا بروتوكول، ليبل سويتشنج. سويتشنج على ذا سويتش. اكشولي هي ممكن تشتغل على راوتر او مالتي لير سويتش مش مهم. بس هي الفكره كلها في حته الليبل، هي القصه كلها في الام بي ال اس في الحرف ال اللي هو الليبل. دي عباره عن تكنولوجي بنسميها لاير 2.5. ايه ده؟ عندنا لاير 2 اللي هي داتا لينك، عندنا لاير 3 اللي هي نتورك، دي الفريم والماك ادرس ومش عارف وفريم بلاي واي تي ام، ودي فوق الاي بي والباكيت فيرجن 4 وفيرجن 6. الاي بي اس بتشتغل في النص وما بين الاثنين دول، عشان كده بنقول عليها ايه؟ لاير 2.5 في النص. يعني ايه في النص؟ اكشولي في النص. لما تيجي تفتح الداتا تلاقي الهيدر بتاع الفريم مش المفروض بعديه الهيدر بتاع الباكيت. لا، خد حته في النص كده وهتلاقي في هيدر جديد بقى موجود اللي هو بتاع مش الام بي ال اس، مش هيدر في اسمه ام بي ال اس حسب البروتوكول اللي احنا بنستخدمه اللي هو ده الليبل اللي احنا بنقول عليه. طيب جميل جدا، ايه علاقه كل ده باللي احنا بنقوله؟ من غير التكنولوجي دي باختصار شديد جدا ما كانش ينفع السيرفيس بروفايدر يقدم لنا كل الخدمات اللي هو بيقدمها دلوقتي. تمام؟ خالص. يعني لو هتدرس يو ار ام سيرفيس بروفايدر او هتتكلم في اي حاجه علاقه بالسيرفيس بروفايدر، دي تكنولوجي نمبر 1 عنده، دي اهم حاجه محتاج تفهمها واهم حاجه بتشتغل عنه واهم حاجه لازم تكون شغاله صح، هي الام بي ال اس. هي دي بتشغل الانترنال نتورك بتاعته، بس انا ماليش دعوه. يعني ايه انا؟ انا دلوقتي في سي سي ان اوتنج سويتشنج مسؤول عن راوترات وسويتشات وحاجات خاصه بشركه معينه، شركه اكس واي زد للمقاولات. انا ماسك ال 10 فروع بتوعها وماسك الويب بتاعها. هل انا محتاج اعرف اي حاجه عن الام بي ال اس؟ زيرو.
هل الراوترز بتاعتي اللي انا ماسكها وانا بعمل لها كونفيجريشن هيبقى عليها اي كونفيجريشن خاص بالاي بي اس؟ برضه الاجابه لا، والكونفيجريشن اللي عليها اللي علاقه بالاي بي اس زيرو. واضح الكلام ده؟ الاي بي اس تكنولوجي شغاله فين؟ عند السيرفيس بروفايدر. بالناس طبعا بتوع السيرفيس بروفايدر بالاسماء اللي احنا بنقول عليها، هو حاجه اسمها سي اي والبي اي والبي. ايه الكلام الغريب دوت؟ السي اي هو الكاستمر ايدج، وده الراوتر اللي موجود عند الكاستمر. اما البي اي اللي هو البروفايدر ايدج او البي اللي هو البروفايدر، دول موجودين عند السيرفيس بروفايدر. مش مهم الفرق بينهم بالنسبه لنا احنا، ما يهمناش ولا هنشرح تفاصيل. لكن انا يهمني زي ما قلت، انا في السي سي ام اي او خراجي الشركات، انا شغال مسؤول عن ده وده ومسؤول عن ده وده. هل الاربعه دول عليهم اي حاجه علاقه بالبي بي اس؟ لا. وما يعرفوش اصلا هم متوصلين مع بعض بنتورك في النص اللي هي البي بي اس كلاود دي، ما يعرفوش ان هم شغالين دي اصلا. واضح؟ فاذا انا على مستوى السي سي ام اي مش محتاج اعرف ابدا ايه هي البي بي اس، لكن غير اكتر انك تعرف ان هي تكنولوجي بتساعد السيرفيس بروفايدر ان هو يعمل الكونكشن، ملايين الكونكشنز لو عايز ليوصل الكلاينتس تو، ويبقوا منعزلين تماما عن بعض. يعني اكشلي دي تكنولوجي بنستخدمها عشان خاطر نعمل الفي بي ان جوه السيرفيس بروفايدر. هتلاقي السيرفيس بروفايدر لما بيجي يبيع لك الفي بي ان مثلا كده، لو دخلنا على سي داتا دلوقتي اوكي، ودخلنا على الجزء بتاع البيزنس مش اللي هو الصفحه بتاعت الهوم، يعني هو بيدخلك على طول باي ديفولت ريزيدنشال، لا هنختار بيزنس فوق كده تمام، وتبدا تشوف هو بيبيع لك ايه. فتقول لك انا عندي بيزنس دي اس ال، وبعدين عندي مش عارف خلينا نشوف السيرفيسز بتاعته اوكي، بيزنس دي اس ال اي بي ترانزيت، ده بقى يقول لك انا بص عندي سيركتس من اول 64 كيلو لاي 1 واي 3 ودي اس، ايه ده الحاجات الغريبه دي؟ دول كنا بنتكلم عليهم ليز لاينز من اول 64 لاي 1 واي 3، وبعدين تبدا الاس تي امز ديت اللي هي فايبر تمام. طب ايه دوت الفي بي ان؟ هنا ممكن تلاقيه بيقول لك ايه، انا ببيع لك في بي ان كونكشن. هو مش كاتب هنا في الحقيقه، بس يعني الفي بي ان كونكشن ديت بتشتغل على كده يعني. هتلاقيه بيقول لك بتشتغل ازاي؟ انا ببيع لك ام بي ال اس في بي ان تمام؟ فانت محتاج تعرف ان دي تكنولوجي خاصه بيه هو، مش خاصه بيك انت بحاجه، بس تعرف ان هي دي من الخليج. تقدر مثلا تقول له ايه، طب الارض فوق بتاعتي ببعض عن طريقك، وانت اللي هتعمل لي في بي ان، مش انا اللي هعمل في بي ان، وهتعمل لي مثلا كواليتي اوف سيرفيس. يعني ايه؟ يعني فرع اسكندريه لو بحب يتصل بفرع طنطا، مش هينفع سماعه التليفون او الموبايل ويتصلوا، لا هيعملوها ازاي؟ هيعملوها عن طريق فويب، فويس اوفر اي بي، عن طريق نتورك الايه اللي موصلها تمام. اوكي، يبقى ده باختصار شديد جدا طبعا الايه الام بي ال اس. طيب نخش على بعد الام بي ال اس اللي ما قلناش فيه حاجه حقيقه، دي حاجه اسمها الفي سات. والسات ده مش اختصار للساتلايت، انا هو ساتلايت بس، ده اختصار ل فيري سمول ابرتشر تيرمينال، ده الاسم بتاعها. دي التكنولوجي اللي بتشتغل ايه، انك تبعت داتا على الساتلايت بتاعنا. وطبعا التكنولوجيا موجوده من زمان جدا للوان بتاعتنا كبرايفت وان، بتتعمل انك توصل برانش دوت هنا بالفرع الرئيسي عن طريق الساتلايت، ومستخدمه في اماكن كتيره جدا اللي هي ما بيبقاش متاح فيها الحاجات التانيه اللي احنا اتكلمنا عليها دي. كل اللي اتكلمنا عليه معظمه كابلات، يعني ليزر لاين، تليفون، خط فايبر، مش عارف صح؟ فمفيش الكلام دوت متاح في اماكن كتيره، ولا حتى في مثلا وايرلس اللي هو 3 جي في تلاقيه جاي دلوقتي، لكن ده حتى مش متاح. حتت في الصحراء، فاهمين، حتت في الغابات، حتت في حياة اماكن كده اللي هم بيبقوا سوري بتوع البترول اللي في البحر، الابار، الابار بتاعت البترول هم بيبقوا في اماكن كتيره لازم تشتغل سبلايت. طيب عايزين اوكي، طيب يعني نبص على كام واحده من دول ونشوفهم كلهم. ايه اللي بيحول انالوج تو ديجيتال سيجنال عبر خطوط التليفون؟ انالوج لديجيتال، تاني عايز ايه ديجيتال اوبي؟ لا 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 مترو اي اي او بي ال اس دي بي ال اس تمام. ايه دوت؟ طبعا ايه دول؟ مترو ايثرنت، ايثرنت اوفر ام بي ال اس كمان، دي بي ال اس مش مهم اختصار لايه. انالوج تليفون لاينز ار يوز تو بروفايد ا سويتش لاين كونكشن ان انالوج اند انالوج. كده خلصنا مين؟ خلصنا كل البرايت. فنخش على البابليك. البابليك زي ما قلنا بيستخدم برود باند كونكشنز، هيبدا لك بقى واحد اللي هو مين؟ طيب
طبعا الدي اس ال بيشتغل بتكنولوجي ان انا اقدر استخدم خط التليفون ان انا اعمل حاجتين في نفس الوقت، اقدر اشتغل فويس وديتا. تمام؟ ازاي؟ عندنا شابتر مخصوص بيتكلم على كده، في شابتر اسمه تيري وركر. فالشابتر بتاع تيري وركر دوت هنتكلم على الموضوع ده بالتفصيل، هنشوف الجهاز دوت اللي اسمه دي سلام زي ما انا بنسميه انا، او دي اس ال اكسس ملتبلكسر، هنتكلم عنه بالتفصيل، هنتكلم حتى عن السبريتر اللي عندك في البيت، هنشرح حاجات كتير. بس هنا سريعا كده بنبص عليهم. الكيبل ده اللي هو تكنولوجيا مشهوره جدا جدا بس في امريكا، اللي هي بتوصل التلفزيون في الاساس، لكن احنا عن طريق الجهاز اللي اسمه كيبل مودم بنحطه عندنا زي الدي اس ال مودم، برضه بيقدر يعمل حاجتين، بيمشي اشارتين على الكابل. التليفون بيمشي الصوت والديتا، هنا بيمشي الفيديو اللي هو بتاع اشاره التلفزيون زائد برضه الديتا. برضه تاني هنشوفه في الشابتر بتاع التري وركر. نيجي بعد كده للوايرلس. الوايرلس لا، هنا وايرلس للدخول على الانترنت. ايه الوايرلس للدخول على الانترنت؟ اول واحده اسمها المونسيبال واي فاي. فكده بس سمعت ان المحافظه الاسكندريه مش عارف ايه اللي ماشي دوت، كان بيتفق مع شركه نور بتاعت الانترنت انه يحطوا واي فاي في كل المحافظه، في واي فاي انت في اي مكان في المحافظه يبقى في واي فاي تابع للمحافظه. بالنسبه للواي فاي معناها واي فاي تابع للمدينه. ده موجود مثلا في سان فرانسيسكو، مثلا سان فرانسيسكو في امريكا هتلاقي عندهم كده، في كذا مدينه بيبقى عندهم حاجه زي كده. ممكن يبقى متاح للعامه او ممكن يبقى موجود كشبكه مش متاحه بس غير موظفين المدينه. يعني ايه؟ في موظفين المدينه بينزلوا يعملوا شغلهم، الموظفين اللي هو العمال بتوع الكهرباء والمهندسين التليفونات والمهندسين مش عارف بتوع ايه، يبقى هو موجود في اي مكان يقدر يتعامل مع الشبكه دي، البوليس، الشرطه، الاسعاف. فده اسمه المونسيبال واي فاي. تاني هو بعد كده اسمه الواي ماكس، وده الصوره بتاعته هنا موجوده. الواي ماكس ستاندرد 802.16 من الاي تريبل اي، كان تكنولوجي الناس كلها داخله تقول ان هي يعني الفيوتشر، يعتبر زي 4G او يعني هو جزء يعني الحقيقه من الفورس جنريشن بتاع الموبايل، لكن يعني مش حاجه دلوقتي منتشره ولا هي دي الفيوتشر ولا حاجه، فما هياش حاجه مهمه بالنسبه لنا. بيشتغل بابراج زي ابراج المحمول، كان لازم يبقى فيها لاين اوف سايت عشان يشوفوا بعض، البرج نفسه يشوف البرج اللي بعده لازم فيها اسمها لاين اوف سايت، يبقوا شايفين بعض. بس اكشولي من الجهاز بتاعك اللي هو ممكن يبقى جهاز قد كده يعني مودم حاجه قد كده تحط يو اس بي عندك مثلا في الكمبيوتر بتاعك، بيبقى النون لاين اوف سايت، مش لازم هو الراجل ده بيقدر يغطي مسافه كان مسافه مش هختارها هنا بالميل، بس هي مسافه كبيره يعني بيغطيها البرج الاي ال 1 او 30 مايلز. تمام؟ وهاي نكست تاور وذين 30 مايلز. اوكي؟ اخيرا الساتلايت انترنت، وده برضه بيشتغل في سات نفس الفكره عندنا، وبتقدر تعمل بيه داونلود وابلود. والابلود سبيد عندنا بتبقى حوالي عشر الداونلود سبيد اللي هي 500 كيلو بت بير ثانيه. برضه يعني ما هوش سبيدز عاليه قوي، كان زمان الساتلايت ده اول ما نزل يعتبر حاجه رهيبه بالنسبه لنا، 500 كيلو برضه بت بير ثانيه. وده طبعا قبل بقى ايه الحاجات الكبيره اللي موجوده عندنا اللي هي بتاعت الدي اس ال واخواته يعني. اخيرا عملنا صفحه واحده اللي هي الوايرلس بس مختلفة شوية، اللي هي طبعا 3G/4G وايرلس. عندنا لو ثيرد جنريشن والفورث جنريشن، وطبعا الفورث جنريشن هو اللي شغال دلوقتي واللي احنا يعني بنأمل ان هو يشتغل عندنا، اسمه ايه؟ LTE او لونج تيرم ايه فيوتشر. 5G اوريدي الستاندرد از اكسبكتد باي 2020، المفروض الاربع سنين ولا حاجة يبقى في الستاندرد بتاع 5G شغالين فيه دلوقتي. طيب كده شفنا سريعا يعني دلوقتي دي اس ال كيبل مش عارف 4G دخلت على النت، معاك خط بقى دي اس ال، معاك خط 4G مش مهم، دخلت على النت وبعدين خلاص ما كلنا بنخش على النت في البيت. لا هنا بقى بنتكلم على البيزنس اللي عايز يربط الفروع بتاعته ببعض. زي ما قلنا مشكلته الانترنت اللي هي بابليك والداتا بتاعتي اللي خايف عليها، فايه الحل بعد البرود باند؟ الكلمه الثانيه هي في بي ان. في بي ان عباره عن تانلنج تكنولوجي، زي ما شفتوا بيعمل حاجه اسمها تانل او نفق ما بين الفروع بتاعتنا وبين بعض، بس الفرع ده متوصل بالهيد اوفيس هنا والفرع ده برضه متوصل بالهيد اوفيس، وبيحصل حاجه اسمها تانلنج تكنولوجي بتحصل في الدي بي ان، نشوفها طبعا بالتفصيل في شابتر بتاع الدي بي ان. بس باختصار تفاصيل جدا دلوقتي، التانلنج عباره ان انا بخبي داتا جوه حاجه ثانيه بحيث ان هي ما تتشافش. وانت اكشلي شفته قبل كده زمان خالص في موديول 1 لما شرحنا اول مره حاجه اسمها ال 624، لما قلنا التكنولوجي بتاعت اي بي فيرجن 6 ان هنا في عندي اي بي فيرجن 6 داتا عايزه تطلع دي مثلا كده واخده اي بي فيرجن 6 هيدر. لما هتمشي هنا تصور بقى ان دي الانترنت مثلا، والانترنت عندنا في مصر مثلا ما فيهاش اي بي فيرجن 6، فلو مشيت زي ما هي كده وهنا فيها الاي بي فيرجن 6 هيدر، اول ما توصل دي داتا هيرميها مش هيفهموا مين 2001 كولوم مش عارف ايه. فكنا بنعمل ايه؟ اول حاجه الراوتر ده كان بيخبيها، كان بيقول لي حاطط هنا اي بي فيرجن 4 هيدر. شايف البتاع ده؟ خدت باكت حطيتها جوه باكت ثانيه او انكابسوليشن ثاني زي ما بيقول، هو ده الطلب، هو ده الطلب. ده معناه انها استخبت، الناس كلها من بره شايفينها ايه؟ طبعا بالمثال الظريف بتاعنا اللي هو الظرف، مش احنا قلنا ان انا
الداتا بتبقى قطعه احطها جوه ظرف، تبقى باكيت ظرف ثاني، ظرف ثالث اللي هو الفريم، فانا بخبيها ان انا احطها جوه ظرف ثاني، فالناس ما بيشوفوش غير الايه اللي بره. طبعا السكيورتي عشان تبقى سكيورتي صح، عشان فعلا تبقى بس مجرد مستخبيه اللي هو ما يشوفهاش من بره حاجه، ما يشوفهاش كمان من جوه لو مسكها الداتا ديت، ان انا اعمل ايه؟ ان انا اشفرها. فاكشولي التانل ده هيبقى انكريبتد تانل، هيبقى تانل مشفر، بمعنى ان الداتا اللي جوه بعد ما اخبيها هعمل فيها ايه؟ هشفرها، مش بس هسيبها كده مستخبيه. تمام؟ ده بقى زياده عن الحته دي، الحته دي هنا ما شفرناش حاجه، بس خبينا خبينا السكس جوه فوق. طب هو انا عشان اشفرها لازم الناحيه الثانيه يبقى عندي طبعا كيلا يفك بيه. طب انا هدخله ازاي؟ هنشوف. بقول لك شطر، عندنا شطر في الموضوع ده، ما تقلقش. هنشوف القصه دي بالتفصيل. الفي بي انز مميزاتها ايه بقى اللي تخليها اللي هي نمبر 1 تكنولوجي النهارده؟ سوري، قبل المميزات الاول، في تو تايبس اساسيين من في بي انز اللي احنا هندرسها في السي سي اي. تمام؟ التايب الاول اسمه سايت تو سايت. سايت مش ويب سايت، سايت ده يعني موقع برضه، بس موقع يعني مكان. فاذا بنربط البرانش ده بالهيد كورد، بنربط البرانش ده بالهيد كورد، ده اسمه سايت وده اسمه ايه؟ سايت. فاسمها دي ايه كده؟ في بي ان دي سايت تو سايت. الجهاز الغريب اللي انتم شايفينه هنا ده بيبقى اسمه في بي ان كونسنتريتور، او مجمع الفي بي ان، ده اللي هو بيقدر يعمل الموضوع بتاع تجميع الفي بي انز اكتر، وان انت في الحقيقه بتشتغل براوتر زي ما انتم شايفين كده. طيب ايه بقى النوع الثاني غير سايت تو سايت؟ ده النوع الثاني اسمها ريموت اكسس. وفي هنا بنعمل تانل وكل حاجه، بنشفر التانل وكل حاجه، نفس الجهاز الغريب. امال ايه القصه؟ لا، القصه ان اللي بيخش هنا مش راوتر. اللي بيعمل التانل ده مش راوتر. بص هنا في الرسمه عشان تحس الفرق. التانل طالع من الراوتر ده للراوتر ده، من الراوتر ده للراوتر ده. شايفين اي حاجه لها علاقه بالكمبيوترز او التليفونات اللي جوه؟ لا. بص هنا عشان تعرف الفرق، بص كده. التانل طالع من مين؟ من اللابتوب بتاع التيلي وركر دوت، وماشي في الدي اس ال مش عارف راوتر او بتاع مودرن وماشي هنا. يبقى اذا مين المسؤول عن الفي بي ان هنا؟ اكشولي سوفت وير، هو ده اللي مفتوح هنا، حاجه اسمها الفي بي ان كلاينت، بيبقى موجود على اللابتوب بتاعنا او الكمبيوتر بتاعنا او الموبايل او التابلت بتاعي. والسوفت وير ده هو اللي بيعمل موضوع الفي بي ان. يبقى الفرق في ريموت اكسس ده معمول لليوزرز، للاند يوزرز اللي معاه لابتوب او موبايل او تابلت، وقاعد على كافيه او قاعد على البحر في اسبانيا بيصيف دلوقتي وعايز يخش يشتغل في اللحظه دي، هيشتغل بسهوله جدا. بس ده ما فيهوش سايت تو سايت، هو بقى ما راحش فرع للشركه وبنوصل فرع فرع. اوكي، عندنا دول التو تكنولوجيز الاساسيين، وهنرجع لهم تاني زي ما قلت ان شاء الله. المميزات بقى نرجع لها تاني، كوست سيفنجز، ان انا بوفر في التكلفه كتير جدا جدا، زي ما قلنا الانترنت موجوده في كل حته، بتوصل شبكه بالانترنت خالص، مفيش بقى اكسبنسيف ديليكيتد واير لينكس، انا مش محتاج اعمل الكلام ده. يعني انا لشركه المبادره دخلوا لي انترنت بس، الانترنت ارخص بكتير جدا من وين النهارده على الاقل. سكيورتي، الفي بي اس تديني هايست ليفل اوف سكيورتي، بنستخدم انكربشن اوثنتيكيشن، حاجات كتيره طبعا هنتكلم عليها. سكالابيلتي، الفي بي اس بتستخدم الانترنت وبالتالي تقدر تكبرها زي ما انت عايز، يعني تقدر توصل 100 فرع، تقدر توصل 10 فروع، تقدر توصل 1000 فرع. كومباتيبلتي وذ برود باند تكنولوجي، الفي بي ان نفسها ما لهاش علاقه باي تكنولوجيز اللي شغاله تحت، بس عايزه كونكشن سريع. تمام؟ فمفيش مشكله انت شغال دي اس ال، تمام، كيبل تمام، 3 جي تمام، اي حاجه انا ما عنديش مشاكل. واضح الفكره؟ وادي تو تايبس زي ما قلناهم اللي هم السايت تو سايت اللي بيوصل الفروع، والريموت اكسس اللي هو زي ما واضح من اسمه بيوصل الناس ريموتلي. نعمل دي سريعا، داش اند مودم بيزد ويب اكسس اوبشن فور رورال يوزرز والكيبل اند يوزر اوف ايه. طبعا واضح كلمه داش ان ده هتبقى ايه؟ داش سيلولر راديو ويفز ويب بوينت كذا مش عارف ايه، ده مختلف سيلولر مش شايف يعني. سكيور انترنت بيزد ويب اكسس اوبشن يوزد باي تيلي وركرز. في بي ان بس ده ريموت. راديو اند دايركشنال انتنا ويل اكسس اوبشن بروفايد باي بابليك اورجانيزيشن. يبقى مين؟ واي ماكس. بابليك اورجانيزيشن يبقى قصده مين؟ مونسيبال واي فاي. واي ماكس بابليك يعني المدينه هي اللي عاملاها زي ما ده معناه. اوكي، نفس الكلام مش هنعيده تاني، هي نفس دي اخر بقى تو سلايدز عندنا بيتكلموا. طب بعد ما فهمت كل ده بقى، فاكرين الصوره الكبيره اللي كان فيها التقسيمات ديت؟ نختار اي واحد فيهم. يعني امشي برايفت ولا بابليك؟ طب لو مشيت بابليك اخش ايه يعني نوع انواع البرود باند اللي هعمله؟ يعني نوع من الفي بي انز اللي هعمله هو البرود باند اللي هعمله. طب لو مشيت برايفت يبقى اخد ديديكيتد ولا سويتش؟ لو مشيت سويتش اخد انهي واحد في سويتش؟ لو مشيت ديديكيتد اخد انهي خط المفروض ديديكيتد بانهي سرعه؟ سويتش طب انهي تكنولوجي؟ فاهمين القصه؟ ازاي اجاوب على السؤال ده؟ هو اللي عايز يوصل لك ان كل ده شابتر ديزاين. فطبعا بيقول لك اول سؤال تسال نفسك الوين دي هتعمل ايه؟ مش تقدر تجاوب على اختيار الحاجات دي انت عايزها، الوين دي هتعمل ايه؟ هل هتوصل فروع مع بعض في نفس المنطقه؟ ولا في اماكن بعيده؟ ولا كله هيتوصل لفرع واحد؟ ايه الجيوغرافيكال سكوب زي ما بنسميه؟ هل الوين بتاعتنا دي هتستخدم توصل موظفين
اللي هم بتوع شركه بس ولا كمان شركات من بره مثلا شركائك او بيزنس بارتنرز او مثلا يعني انت شركه نفسها بس الشركه دي بتبيع لناس ثانيه. هل الانتربرايز هي كونكت كاستمرز بيزنس بارتنرز وموظفين ولا كومبينيشن من الثلاثه يعني كاستمرز يخشوا في الموضوع؟ هل الويب دي هتخلي الانتربرايز يوزرز ليميتد ولا فول اكسس تو ذا كومباني يعني يخشوا زي ما كانوا داخل على مكتبه ولا دخول محدود جدا؟ طيب الجيوغرافيك سكوب زي ما قلنا لوحده لوكال ولا ريجنال ولا جلوبال ودول فرق طبعا نفس المدينه نفس المنطقه او البلد او حاجه عالميه. هل 1 تو 1 يعني سنجل برانش ولا عندنا 1 تو ماني ولا ماني تو ماني ايه اللي هيتوصل ببعضه ايه النقط اللي هيتوصل ببعض؟ وات ار ذا ترافيك ريكوايرمنتس انهي نوع من الداتا هتمشي؟ هل داتا بس ولا في بوي ولا في فيديو ولا في لارج فايلز ولا في ستريمنج؟ تمام طيب حجم الداتا قد ايه لازم يبقى سبورتد على كل فرع الباندلس هيحدده؟ طب ايه كواليتي سيرفيس مطلوبه ولا لا؟ طبعا بالنسبه لجوز زي ما قلنا لازم تبقى مطلوبه. طب ايه السكيورتي ريكوايرمنتس بتاعتنا الداتا دي اللي بعتها؟ ممكن ما تبقاش مهتمه بالسكيورتي خالص، ممكن تبقى بنك في الحاله دي سكيورتي نمبر 1 برايورتي بالنسبه لك، بس دي اسئله تاني. اوكي هل الواحد هيستخدم بقى برايفت ولا بابليك؟ طبعا البرايفت بيديك افضل سكيورتي بيقول لك وكونفدشياليتي عن البابليك، لكن في نفس الوقت التكلفه البرايفت اغلى لما بستخدم البابليك او بستخدم الانترنت. اوكي فور برايفت ويب هل استخدم ديديكيتد ولا سويتش؟ برضه نفس القصه اكيد ان هيبقى اغلى بكتير بس في اماكن لازم يبقى معاها ديديكيتد وشغال بالنسبه لها حاجه اساسيه. هل فرع واحد ولا بوصل كذا فرع ببعض؟ طب لو بابليك استخدم اي نوع من الفي بي ان؟ طبعا النوعين الاساسيين اللي هم سايت وموصل فروع غالبا بتحتاج الاثنين، يعني توصل فروع ببعض وفي نفس الوقت توصل الموظفين اللي محتاجين يشتغلوا من البيت او عن بعد. ويتش كونكشن اوبشنز ار افيلبل لوكال؟ ده ممكن يديلك كل اللي فات، يعني انا اخترت من غير الاسئله دي كلها وجاوبت عليها ولقيت ان احسن اوبشن بالنسبه لي مثلا مترو ايثرنت وين؟ حلو قوي ده بس ده مش متاح. فرع اسكندريه ما فيش اي بروفايدر بيقول لك ان في حاجه اسمها مترو ايثرنت وين، طب اوصله ازاي؟ فاهمين القصه؟ وما فيش اي مشكله على فكره انت الكونكشن مثلا ما بين القاهره واسكندريه يبقى عند القاهره متوصل بحاجه واسكندريه متوصل بحاجه ثانيه خالص. مفيش بروبلم في كده، فاهمين قصدي؟ يعني ممكن يكون الخط اللي داخل في القاهره هنا فايبر شغال تكنولوجي معانا والخط اللي داخل اسكندريه ليز لاين نحاس شغال تكنولوجي ثانيه. ده ما يفرقش معايا بالنسبه لي في الاخر. What is the cost of the available connection options؟ ده ممكن رجعت لنقطة الصفر، بعد ما شفت اللي أنت عايزه وبعد ما شفت المتاح لقيت المتاح ده تكلفته عالية جدا، لأنك بتقدم الكلام ده كله للمدير اللي فوقيك وفي الآخر بيقول لك إيه ده؟ بس ممكن ترجع تاني من الإيه؟ من نقطة الصفر، لما تشتغل هتشوف الكلام ده كتير. كده خلص شابتر 2 وزي ما انتم شفتوا انا عارف دردشه وتحس ان هو نظر كتير يعني ما حطناش حاجه على السبوره تقريبا غير يعني رسمه واحده ولا حاجه. طب هو ده في مذاكرته الكلام اللي فيه هيتعاد تاني ولا المفروض هو لازم تحفظ الايه التو سلايدز اللي قلت لك عليها، الواحده اللي فيها التعريفات اللي كتبنا منهم حبه هنا دي سي اي والدي تي اي والحاجات ديت، والواحده الثانيه اللي هي فيها الانواع. ده هيتعاد في الشابتر اللي جاي؟ ما هو كل واحد من دول هو الشابترز اللي جايه، يعني الشابتر دوت اسمه ايه؟ اما هتشوف هنا اسمه بوينت تو بوينت كونكشنز. هنتكلم على الليست لاينز وعلى ايه تاني اللي هو الدايلوج، ان هما الاثنين بوينت تو بوينت، مش هما ليست لاين بوينت بوينت وثاني بوينت بوينت بس ساعه ما بيحتاج ده متاح 24 ساعه، فالاثنين بوينت تو بوينت، فاذا ده هنا ينطبق عليه. كان المفروض بقى شابتر 4 ده شابتر 6، شابتر 4 اسمه ايه؟ فريم ريلي، كان ماسك اللي هي الايه؟ الباكيت سويتش، بس يبقى خلاص قلنا ايه الحمد لله خلصنا منه. بعد كده كان شابتر 5 و 6 بيركزوا على التيلي وركر والفي بي ان، فدي اللي هنرجع لهم. يعني من الاخر كده اللي اتقلش بره الموضوع مين؟ الباكيت سويتش. هي اللي تعيش ورا القصه عندنا. احنا هنرجع تاني للانترنت والفي بي ان تاني، وبعد هنا هو هنتكلم على الليست لاينز هنتكلم عليها تاني والدايل اب تاني، لكن اللي اتقلش هو الباكت سويتش. اوكي؟ اما بعد كده اتقلش خالص لا سيسكو ضافت لك حته في الحقيقه اللي هو البديل النهارده الحديث بوجهه نظر سيسكو للفريم ريلي. مش حته البيتر ريسبت لا، بعد ما انت وصلت البيتر ريسبت، البيتر ريسبت ما فيهاش حاجه يشحنك. جاي لك كابل ريسبت دخلته فتح ريسبت في راوتر او في سويتش، ايه اللي هيحصل؟ هقول لك ايه؟ ايه الكونفجريشن اللي هعمله لو هو ريسبت؟ ايه كونفيجر ولا حاجه؟ فاهم اكشلي ازاي؟ ايه اللي عامله؟ يعني ايه اللي اشرح لك فيها ولا في بقى في كام ريسبت جاي لك من شركه المسابقه دلوقتي هتعمل بيه؟ هتدخله في راوتر او في سويتش حسب اللي عندك وهيشتغل كده اوكي، هتدي له ايباد ادرس وخلاص. فاهم قصدي؟ بس في تكنولوجي تانية ادفانس شويه سيسكو هتديك مقدمه عنها بسيطه في الاضافات بتاعت الكورس. طيب تعالى بقى نبتدي في الشابتر دوت. طبعا الشابتر مش طويل وفيري سيمبل لان ده ابسط حاجه واسهل حاجه موجوده عندنا اللي هو بوينت تو بوينت كونكشن. يعني مفيش كومبلكس، يعني كان طبعا بيبان ده قوي لما نشرح الشابتر ده وبعدين نخش بعديه على الشابتر بتاع فريم ري اللي هو سوبر كومبلكس مقارنه بده. ده فيري سيمبل، لو بقول لك الليست لاين سيمبل، طب السيركت سويتش اللي هي ده ما برضه سيمبل.
تمام. فاذا مفيش مشكله هنا سواء لما بنشرح الاول يعني ايه بوينت تو بوينت كونكشن، وبعدين بعد كده لما نشرح الاثنين بروتوكول اللي بيشتغلوا اللي هو هنشوف واحد اسمه اتش دي ال سي وواحد اسمه دي تي بي، واحد هايف وواحد اقل هايف. هو الفريم ريلي كان موجود في الامتحان لسه خالص؟ موجود خالص. محمد كان لسه فاهم في الامتحان. انتوا خلاص على حظكم ايه في سيسكو شريطه؟ لا ده مش نزل. لا والله نزلت اونلاين بس لسه هو اللي هيبقى صح؟ هو هو اللي دايما فوق مش عارف 11 سؤال جديد ولا اي حاجه يعني ما لهمش لازمه يعني. لا مش خاصه الموضوع مش مش صعب. هي الفاوتشر دي بيجي لي كود اونلاين يعني ولا حاجه بتجي لي على الايميل وفي عمليه ريجستريشن بروسس كده بتعملها على الموقع؟ بس مش حاجه بتجي لي، مش حاجه فيزيكال يعني. لا 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 ايميل. طب كان عايز عنوان ليه؟ عشان خاطر بعد كده الشهاده اللي هناك على الموقع ده لو انا طلبتها دي فيزيكال. اه اوكي نبتدي بحاجه بسيطه وهايفه جدا اللي هو السيريال. يعني ايه سيريال؟ ايوه مش عارفين نقول من الاول انترفيس سيريال 000 وهي دي الانترفيس اللي هتدخل فيها خط ليز لاين تمام قبل كده بيخش وبعدين بيطلع ايه الليز لاين الناحيه الثانيه والجهاز اللي اسمه سي سي دي اس يو. هنا عايز اقول لك من الاول ان هو البوينت تو بوينت كونكشنز بتاعتنا اللي احنا بنرسمهم كده دايما هو طبعا هو في الحقيقه مش كده، هو في الحقيقه بيشتغل بكيبل معين متوصل بجهاز معين اللي هو الدي سي اي بتاع الدوت. فعايز هنا اوريك الفرق بين السيريال كوميونيكيشن وبين البارلل كوميونيكيشن تمام. سيريال بيستخدم 1 لاين وعايزين نبعت 8 بيتس هنا، بارلل بيستخدم 8 لاينز وعايزين نبعت برضه ايه الداتا بتاعتي. تعال نشوف بعت هنا بيت واحد هنا بعت 8 في نفس الوقت اللي خلوه دوت زي ما انتم شايفين هنقعد ايه كده بهذا الشكل تقريبا عشان نخلص تمام. يبقى هنا بعد كام؟ 8 وهنا بعد كام؟ 1. طب كده مين اسرع؟ بالغلط صح؟ ورغم كده احنا ما بنشتغلش بقى كل الكوميونيكيشن بتاعنا سيريال. ايام زمان الكمبيوترات قديمه قوي بعض الناس القديمه اللي شافها عايز كده كان في بورتس مع سيريال في الكمبيوتر كان في بورتس مع بارلل. لا دي ولا دي موجودين دلوقتي. اوكي كان في بورتس مع سيريال اللي هي بيخش فيها فاكرين كابل الكونسول بتاعنا؟ اللي حاطط على ليه بس اس 232 او دي بي 9 اللي فاتحه نفسها اسمها دي كانت اسمها سيريال بورت. اوكي وكان في واحده ثانيه اسمها بارلل بورت تخينه كبيره كده كان بنوصل بيها البرنتر كان فيها حاجات سنون كتيره كده وكانت كبيره ضخمه قبل كده بنوصل بيها البرنتر اسمها بارلل بورت. كان معروف ان البارلل زي ما انتم شايفين كده ان هو يبان لك ان هو ايه اصلا لكن حقيقه لا. اوكي اللي بيحصل دلوقتي ان كل الكوميونيكيشنز بتاعنا بيبقى سيريال سواء مش بنتكلم على راوتر بس يعني الكمبيوتر دلوقتي توصل باي حاجه توصلها ايه؟ يو اس بي. اليو اس بي ده ايه؟ سيريال مش فارق. طب ليه؟ رغم ان هو هنا باين ان هو اسرع بهذا الشكل زي ما انتم شايفين. في الحقيقه اولا في كذا عيب هنا موجود في البتاع دوت خليني بس اوقف عند حته اللي هو جايبه هنا في الرسمه غلط. ال 8 بيتس مش بيطلعوا كده مع بعض على خط واحد زي ما انتم شايفين شايفين الخط كده طالعين زي ما ماشيين مع بعض ده مش صحيح. في واحد بيبقى هنا وواحد 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 بيبقى هنا. طب معناه ايه؟ ان لو ده مثلا هنا والبيت رقم 6 ده هنا اخر يعني ده اول واحد وده اخر واحد لازم استنى لما اخر واحد دوت يوصل. فاذا هنا في تاخير بيحصل هتلاقي مش جاي لنا هنا في تفاصيل قوي عن الموضوع دوت بس ده انا بقول لك اكشولي اللي كان ايه اللي بيحصل. تاني مشكله بتحصل شايفين الثمان كابلات دول ماشيين جنب بعض مش فكروا بقى بحاجه ايه كانوا تعمل كابلات ماشيين جنب بعض انا سمعتها قبل كده كابل ايثرنت تمام وكابل ايثرنت ما بيشتغلش كده لو انت فاكر لو مثلا ما بيشتغلش 8 كابلات مش 8 كابلات بس شكل او حاولت نعمل كده طبعا كان مشكله ان الاشاره بتاعت ده الاشاره بتاعت ده كانوا بيخشوا في بعض كان بيحصل حاجه اسمها كروس توك تمام انترفيرنس بالنسبه لنا عشان كده ايه لفيناهم كان اللفه التويستنج اللي عملناه عشان نلغي حاجه زي كده. اذا برضه المشكله دي هتحصل هنا. فاذا لو ال 8 بيتس دول بيتبعتوا والست دي دخلت في 7 ولا حاجه فراحت 6 طالت هتطلع من ايه؟ مش هتطلع بعد 6 هتطلع بعد ال 8 بيتس دول كلهم. فاهمين؟ فاذا ده خادع اللي هو بيعملهم دايما ده الوقت ده مش هو اللي بيحصل خالص في الحقيقه. ففي الحقيقه في النهايه اكتشف ان مين الافضل بكتير السيريال كوميونيكيشن مفيش اي مشكله من المشاكل دي. وطبعا البطء اللي هو عامله ده حاجه مش منطقيه خالص ان هو سرعه نقل الداتا بتعتمد على مش ازاي الكهرباء بتتبعت مثلا الكهرباء فايبر بيتبعت الاشاره بتاعته. فمعنى كده ايه؟ ان لما تلاقي مثلا كابل اليو اس بي بيقول لك سرعته 400 مش عارف ميجا بير سكند اذا يقدر يبعت داتا قد ايه؟ 400 ميجا بير سكند تمام. نفس الكلام الكابل عندنا بتاع الليز لاينز وحاجات كده مش محتاجين حاجه زي كده. الكابل بتاع الليز لاين مثلا هو الفي 35 دوت بيسبورت غالبا لغايه 2 ميجا اللي هو اخره الايه؟ خط الليز لاين اللي قلنا عليه اللي هو الموجود هنا مثلا.
هو عايز الريس لاينر بعد كده في جاب اعلى منه شويه اسمه اتش اس اس اي مثلا بيسبورت لغايه مش عارف 45 ميجا مثلا. اوكي برضه مش ارقام كبيره. وبعد كده اي حاجه اعلى من 45 ميجا فهي لازم تقلب فايبر في الويب مثلا، هتقلب فايبر في الثلاث شهر حاجه ثانيه خالص. فاذا السنة الكوميونيكيشن بالنسبه لنا هم الايه البيست كوميونيكيشن اللي شغال دلوقتي اول حاجه عايز يفهمها. وطبعا بيجيب لك بعض الحاجات المشهوره جدا عند السيريال كوميونيكيشن. بس طبعا لو انت مش فاهم الحته ديت اوريدي يعني ايه سيريال اللي هو البيتس بتاعته مع بعض، هو لك لو انا عندي قطع داتا 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 0 مش عارف وهكذا بيتبعتوا ازاي. اول 0 يتبعت يوصل لك 0، بعد كده بعت 1 يوصل 1، بعد كده بعت 1 يوصل 1. الفكره بس ان ده بيحصل بسرعه كبيره جدا. لما اقول لك مثلا هو 2 ميجا في الثانيه، 2 ميجا يعني كام بت؟ 2 ميجا بت يبقى 2 مليون بت في الثانيه. يعني في السنه الواحده بعت لك كام صفر واحد؟ 2 مليون تمام؟ وده ال 2 ميجا مش بقول لك اللي هو الارقام الكبيره اللي موجوده عندنا اعلى من كده بكتير. فاذا دي الفكره بتاعت الايه السيريال اللي بيتبعتوا متتاليين ورا بعض. الار اس 232 زي ما قلنا مشهور جدا واحنا عارفينه اوريدي اللي هو الفتحه الغريبه اللي كنا بنوصل بيها كابل الايه الكونسول موجود عندك في باكيت تريسر لغايه دلوقتي. لو تيجي توصله بيطلع لك الار اس 232. ده تاني اشهر واحد اللي هو الفي 35 وده اللي موجود عندنا هنا. هنشوف لما نيجي نشتغل عملي على الراوترز عندنا اللي بنوصل بيه فتحات السيريال بتاعتنا بيشتغل مع التي 1 والاي 1 كويس قوي يعني ميجا ونص او 2 ميجا. ده قلت لكم اللي هو الاعلى شويه اسمه اتش اس اس اي هاي سبيد سيريال انترفيس ولا كان اسمه هاي سبيد وبيوصل لغايه 52 ميجا مش 45 بيوصل لغايه 52 ميجا بت بير سكند وده مناسب لحاجه اسمها تي 3 لاينز اللي هي المفروض يعني ايه من اعلى الحاجات في النحاس ريز لاين تي 3. اوكي جميل يبقى تعرفنا على السيريال كوميونيكيشنز بتاعنا. بعد كده بنتكلم على البوينت تو بوينت كوميونيكيشنز ازاي بتحصل وادي الرسمه اللي احنا قلنا عليها. الراوتر بيتوصل بجهاز اسمه ايه؟ سي اس يو دي اس يو. طبعا بس عارف فاكر الاختصار بتاع سي اس يو دي اس يو بس هو اختصار كلمه طويله كده ومش جايبها حتى يعني هو ده يعني ده الجهاز اللي زي ما قلنا اللي شفنا صورته اللي هو بيوصلك بالشبكه بتاع السيرفس بروفايدر وداخل فيه كل الفود اللي هنا اللي قلنا عليها بقى ال T1 وال E1 والحاجات دي كلها تمام. هو شرح حاجات الرياضة ال communication اللي بيكسبنا زي بتدرس communication تمام تبقى عارفة الحاجات دي كويس قوي. وكالعادة زي ما قلت لكم مش مهمة بالنسبة لنا زي ما برضه لما شرحنا الكابلات اللي صادفت والكهرباء بتمشي فيها ازاي قلت لكم مش مهمة بالنسبة لنا. لكن هنا يعني باختصار شديد جدا في multiplexing بيحصل. يعني ايه؟ لما قلنا ان احنا بنضم كذا كابل مع بعض كذا خط فوق بعض ويطلعوا في الاخر خط واحد بس الخط ده الساعه بتاعته اكبر بكتير. طب ايه اللي بيحصل؟ فلك عندنا نوعين من المالتيبلكس. اول نوع اسمه التي دي ام او تايم ديفيجن مالتيبلكس تمام؟ وتاني نوع اسمه الاس تي دي ام او ستاتستيكال تايم ديفيجن مالتيبلكس. اذا اقول كلمه الاستاتستيكال او الاتصال. التايم ديفيجن مالتيبلكس بيشتغل كاس طبعا ده اوفر سمبليفيكيشن لان احنا مش ناس بتوع اتصالات فخد الموضوع بسيط خالص. بيقول لك مواصلات شديده انا ببعت ثلاث اشارات هنا في نفس الوقت على الكيبل بتاعي المعين فبنقسم مثلا 8 بتس بير تايم سلوت. التايم سلوت دي الغرض التبسيط تقول ان هي ثانيه يعني انا ببعت في الثانيه 8 بتس طبعا لسه قايلين من واحد في الثانيه 2 مليون مثلا بس الغرض التبسيط وان انا ببعت في الثانيه 8 بتس حلو. عندك كام مصدر داخل زي ما انتم شايفين هنا؟ ثلاثه. يبقى هتبعت 8 بتس في الثانيه تعمل ايه عشان تبعت 8 بتس في الثانيه؟ تاخد 3 من هنا 3 بتس من هنا و3 بتس من هنا و2 بتس من هنا مثلا. فاهمين؟ ازاي؟ بهذا الشكل تاخد واحده اي مثلا زي ما عامل كده وبعدين واحده دي وبعدين واحده اف وبعدين واحده اي وبعدين واحده دي وبعدين واحده اف وبعدين واحده اي وبعدين واحده دي اه مش هتلحق تاخد الاف صح؟ الكلام بقى 8 خلاص. طب ايه اللي حصل كده في التايم سلوت دي اللي هنا كده؟ ان في 3 دي اتبعتوا و3 اي اتبعتوا و2 اف اتبعتوا. فهمنا كده مالتيبلكس بيحصل ازاي؟ ان كل واحد محجوز له المكان بتاعه بطريقه معينه جوه تايم سلوت معينه بيبعت مجموعه من البيتس في كل وحده زمنيه معينه. مش لازم طبعا اللي هو 8 بيتس في الثانيه زي ما انا بقول بقى. فبيطلع انبوت كده وبيمشي كده. فلما تيجي تفكر الناحيه الثانيه سهل جدا لانك دايما بتمشي بنفس الترتيب يعني هنا ماشي ازاي؟ اي دي اف اي دي اف اي دي اف صح؟ يبقى لما يستلم هنا اول حاجه تطلع تبقى ايه؟ اي وبعدين دي وبعدين اف وبعدين اي وبعدين دي وبعدين اف وهكذا. جميل جدا يبقى عملنا مالتيبلكس. تصور بقى لو مدخلين 24 خط هي نفس الفكره 50 خط هي نفس الفكره. وان بوينت ايه البوينت اللي هو العيب بتاع التي دي ام؟ ان لو واحد من دول مش شغال يعني اكشولي مثلا الكاميرا دي ما بتبعتش داتا دلوقتي انا ما زلت حاجز لها المكان بتاعها لان ما ينفعش لو الطريقه بتاعته مش شغاله زي ما بتقول لك اي دي اف فرغم ان الاف دي فاضيه يعني تصوروا الحته دي هنا تمام مفيش اكشول داتا هنا
الاف ما بتبعتش حاجه بس عندها موجوده بس ما فيهاش حاجه فاضيه مش امتي. فاذا الخط بتاعها محدش قدر تاني يقدر ايه يستغله. تمام؟ فده العيب بتاع الاساسي بتاع التي دي ام، وده اللي خلاهم يعملوا طبعا التكنولوجي الثانيه بعد كده اللي هي الايه؟ الاستاتيستيكال تي دي ام، اللي هي طبعا يعني هو اسمها غريب بس هو واضح منها ان هي هتحل المشكله اللي احنا بنقول عليها اعتقد هتلاقيها في الصفحه الجايه. يس. statistical time division multiplexing زي ما انتم شايفين ايه دوت؟ الله اي اف اف دي اي اي اف دي الله هنا اتنين اف وبعدين هنا اف وهنا دي. مفيش بقى الكلام ده، مفيش اللي هو حته ايه؟ ان لازم نمشي بترتيب معين، لا بيشتغل بطريقه مختلفه خالص. وبالتالي طبعا عمال يجيب لك مثال انا احاول يوصلها لك ايه ازاي؟ المقارنه ما بين التي دي ام والاس تي دي ام، لكن بالنسبه لنا فكر بيها بس بهذا الشكل، ان انا دلوقتي ما بقتش ثابت، لازم ابعت كل واحده من دول بايه؟ طريقه معينه بهيتس معينه، وبالتالي هقدر استغل الخطوط الكامله اللي موجوده عندي. بس العيب بتاعها كده او مش هو مش عيب يعني، بس في المقابل اعترف بافرض ان انت هتعمل كده ان انا ما بضيعش اي بيتس ما بتتبعتش، بس لازم بقى دلوقتي كل ترانسميشن يبقى فيه ايدنتيفيكيشن او انفورميشن او شانل ايدنتيفاير يعني عشان اعرف انت مين. وبالتالي كان ماشي الترتيب، انا كنت عارف اي دي اف اي دي اف اي دي اف صح؟ دلوقتي بقى كده؟ لا. فانا لازم اعرف، طب اشمعنى اعرف ان دي اي ولا دي اف؟ اعرفها منين؟ لازم يبقى في حاجه تعرفني ان دي اي وان دي اف. طيب ممكن تبعت اي وبعدين تبعت خمسه اف ورا بعض، انا ما اعرفش، لازم اعرف ان دول ايه؟ خمسه اف ورا بعض. ازاي؟ مالناش دعوه. تاني روح ادرس اتصالات. اوكي؟ او بلاش. بلاش طيب. طيب نيجي ل الفايبر كوميونيكيشنز، هما بيتموا بنفس الطريقه بالظبط. عندنا فاكرين تو تايبس، حاجه اسمها سوليد، حاجه اسمها اس دي اتش، كنا جبنا سيرتهم كده في الفايبر اللي هو بتاع البحر اللي قلنا عليه دوت. ف واحد بتاع امريكا واحد بتاع اوروبا، سوليد ده بتاع امريكا والاس دي اتش ده بتاع اوروبا، والاثنين بيشتغلوا بنفس الطريقه اللي هو زي ما انتم شايفين بتخش اكتر من اشاره في نفس الوقت وبيتحصلوا مالتيبلكس مع بعض وبيمشوا هنا كده ايه بهذا الشكل. وده هنا سوليد شغال وشغال بالطريقه اللي اسمها ايه؟ اس تي تي ام اللي احنا لسه قايلينها دلوقتي. تمام؟ يعني التي تي ام الاولاني المثال بتاعه هو اللي هو ليز لاينز والاي اس دي ام. الاي اس دي ام فاكرين اللي هو خط التليفون كان بيدخل خطين مع بعض او اكتر، ده بيشتغل تي تي ام. لكن الجديد دوت اللي هو فايبر شغال ايه؟ اللي هو اس تي تي ام. فهنا مثلا بقول لك لو دخلت اربع خطوط بالالوان المميزه دي معناها ان هو كل واحد له حاجه عشان تعرف هو تبع ايه، وكل خط اتنين جنيه ونص ينفع لك كام من الناحيه الثانيه كام؟ انا عملت مالتي بليكس كده بقى كام ده عشان كام؟ اخرجي؟ اربعه في الجنيه ونص. طيب نيجي بعد كده للديماركيشن بوينت، وانا اوريدي شرحتها بس هو هنا بيعيد نقطه معينه ان ممكن تفرق الديماركيشن بوينت دي فين؟ وهي مهمه ليه لدرجه ان هو يعيدها مره ثانيه؟ عشان خاطر دي وحضرتك بترابل شوت في سيكشن كامل كبير دلوقتي هتشوفوا الترابل شوتنج بتاع الانترفيسز السيريال والمشاكل بتاعتها، مهم جدا انك تعرف فين الديماركيشن بوينت، لان هي دي المنطقه اللي تنتهي عليها مسؤوليتك. لو انت هنا مثلا تصور ان انت الترابل شوت بتاع الموبايل طبعا معقد جدا في حته ان مفيش كونكشن شغال. ليه؟ انا فرع اسكندريه وانتم فرع القاهره، فجاه الاتصال دلوقتي مش موجود، يعني فرع القاهره واسكندريه مفيش بنك مفيش اي داتا تقدر تتبعت، اعمل ايه؟ شوف الاول من عندي فين؟ يعني اول حاجه لازم في عندك اثنين، واحد هنا قاعد في القاهره وواحد قاعد فين؟ في اسكندريه صح؟ انت عندك في راوتر في القاهره متوصل بكابل الدي سي اي متوصل بكابل تليفونات مثلا صح؟ واسكندريه راوتر ثاني متوصل بكابل دي سي اي متوصل بكابل تليفونات، فالعيب عند مين؟ تمام؟ بعض السيناريوهات لما تشوف هتلاقي مثلا في طريقه تبقى سهله بس في سيناريوهات ثانيه لا انت مش عارف. طب ده اللي عندك انت واللي تحت تحكمك، ان في واحد قاعد في اسكندريه واحد قاعد في القاهره ماسك الحته دي مثلا بيشوفها، لكن في الحقيقه انت لغايه البوكس زي ما قلنا لو هو ده الديماركيشن بوينت زي ما قلنا خلاص الموضوع انتهى. البوكس بقى يجي مسؤوليه مين؟ شركه الاتصالات. طب شركه الاتصالات البوكس برضه عندهم مش حاجه سهله، البوكس ده هنا في القاهره في بوكس تاني في اسكندريه في النص بينهم ايه؟ تمام؟ فاهمين الموضوع بكعب قد ايه؟ عشان تقدر تشوف حاجه زي كده رغم ان هي فيزيكال، ولا دايما بنقول ان الفيزيكال سهل، يعني الفيزيكال اللي عندنا سهل اللي هي الكابلات، لكن في الحاجه بتاعت الموبايل في الحقيقه مش سهل. وبتفرق كتير قوي انك تعرف في الاخر الغلط عند مين او المسؤوليه عند مين، لان الوان دي بتبقى كونتراكتس، بتبقى في عقد بينك كشركه او سبسكرايبر كمشترك بين سيرفيس بروفايدر، والعقود دي يا جماعه بتبقى فيها غرامات فيها وفلوس وحاجات ضخمه جدا. يعني ممكن تلاقي في احد العقود مثلا ان لو الكونكشن وقع لمده خمس دقائق بعد كده كل دقيقه تمام الشركه تدفع لك تعويض، شركه البروفايدر تدفع لك تعويض $1000 دقيقه مثلا. تمام؟
فاهمين القصه؟ حسب انت ايه الحاجه الضخمه دي او حاجه معقده دي. فبالتالي الحته دي مهمه جدا، هي مسؤوليه مين؟ مش بتخش فيها اي تي بس عشان نحلها، لا بتخش فيها سياسه وفلوس وشركات وقصه ثانيه كبيره كده. تبقى اربع ساعات في السنه. اربع ساعات. اه عشان تبقى اربع ساعات. اه بالعقد. التوتال بتاعك في السنه اكتر ما يتجمعش اكتر من اربع ساعات. في شركه حاطه 20 دقيقه في السنه. جايه على نفسها جامد. هو بيحاول يوصله ل 99.9999999 مش عارف كام اقطع. انا بيحاول يوصله. خليه يحط دقيقه واحده. بعد كده ادفع لي فلوس. مش هيرضي يوقع على حد. طيب ادي هنا الكونكشن زي ما انتم شايفين، راوتر بيوصل للسي اس يو دي سي يو لوكال لوب والسي او سويتش على السنترال. فده اللي احنا شرحناه اللي هو بيقول لك ايه؟ اهي اهو عندي جهاز اللي هو السي اس يو دي سي يو دي لوكال لوب. ففين الديماركيشن بوينت اللي هي البوكس؟ في كابل طالع من السي سي سي راح للبوكس والبوكس راح للسنترال صح؟ لكن هنا في ستاندر ثاني ممكن يقول لك انترناشونال، موجود في بعض الاماكن انترناشونال بتاعت امريكا يعني مشهور اماكن انترناشونال ثانيه، ان الراوتر طالع منه رايح لجهاز بيبقى موجود في اوضه مثلا تحت في العماره او يعني فاهمين الفكره؟ مثلا العماره دي كلها بيزنس، فبيعملوا ايه؟ جايبين اوضه وموصلين بيها كل البيزنس ديت في الاوضه دي تحت شركه الاتصالات، عندها اوضه مخصوص بيلدينج بورد كبير كله بيزنس، انا مش هعمل لكل واحد فاهمين القصه؟ فاذا انا ما عنديش اصلا سي سي دي سي يو الجهاز اللي عندي مش موجود اللي هو سي سي دي سي يو مش راوتر متوصل يعني اصلا في حاجه عمليه انت بتشوف الراوتر كده والتاني بيبقى فوقيه على طول يعني الجهاز الصغير ده او جنبه زي ما انت شفت في الصوره كده يعني لو في رجله ومحطوط فوقيه كده بس على طول لانه متوصل بيه. لكن هنا بص هتوصل بجهاز تاني اسمه الان تي يو، هو نفس الفكره يعني بس الان تي يو دوت موجود في حته ثانيه مش عندك، فاذا الديماركيشن بوينت بتبقى عندك انت يعني انت بتطلع مثلا انت في الدور العاشر في البيلدنج البورج دوت فطالع من عندك كاب من الاوضه بتاعت الاكويبمنت بتاعتك لبره طالع بقى ماشي بمواصيل العماره ديت نازل لغايه مثلا ايه الحته اللي فيها بقى الايه الان تي يو عندك القصه؟ فهنا بتفرق يعني دي بقى عشان كده بقول لك لازم تعرف بالظبط هي فين انت بقى شغال كده شغال كده يعني مصر شغالين اثنين ما تفرقش حسب انت ايه اللي موجود عندك يعني ده موجود وده موجود فانت لازم تعرف الشركه بتاعتك فين الديماركيشن بوينت عشان تعرف موضوع نقطه المسؤوليه عند ايه عند مين. ده عباره عن كارته من الويكس بتاعتنا، حد فاكر الويك؟ اللي كنا شفناها في باكيت تريسر من زمان خالص كنا بنركب حاجه اسمها كارته اسمها ويك اللي هي وان انترفيس كارد بتركب في الراوتر في احد واحده من الفتحتين او بالاربعه لو هو راوتر من الكبار. فدي كارته بنفس المساحه بتاعت الوير الوان انترفيس كارد بس دي مش وان انترفيس كارد تكتشف ان ديت ايه؟ بص اكتبها ايه تي 1 سلاش دي 1 ايه ده؟ دي في الحقيقه سي اس يو سلاش دي اس يو بدل ما اروح اجيب جهاز اسمه سي اس يو دي اس يو واقوم جاي حاطه جنب الراوتر بدخل فيه خط التليفون الغريب اللي هو ار جي 45 بس خط التليفون ليست لاين وبعدين بطلع منه كابل ليست الكابل اللي هو السيريال في 75 دوت للراوتر. لا ممكن تشتري الكارتة دي من سيسكو وتركبها في الراوتر بتاعك تربطها بمسمارين زي ما هيعمل كده وهتدخل الليست لاين دايركتلي فيه. فهمت الفكره؟ يعني بدل ما اجيب جهاز سي اس يو دي اس يو زي اللي كان الصوره قفلتها خلاص فاكرين؟ يبقى في جهاز وفي الراوتر وده جهاز جنبه. ووصلهم بكابل سريع لا هاخد خط التليفون ادخله مباشره فين؟ في الراوتر بتاع سيسكو ده. هل ده متاح بالنسبه لك اوبشن؟ هل حد بيستخدمه؟ بيفرق طبعا من ايه؟ من مكان لمكان اخر. اوكي بعد كده تاني تعريف دول الداتا تيرمينال ايكويبمنت اللي هو اند اوف ذا يوزرز ديفايس اون ذا لاند لينك ممكن يبقى راوتر ممكن يبقى جهاز كمبيوتر ممكن يبقى سيرفر وات ايفر. الداتا كوميونيكيشن ايكويبمنت اند اوف ذا واند بروفايدر سايد اوف ذا كوميونيكيشن فاسيلتي دوت وريسبونسبل فور بروفايدنج كلوكينج سيجنالز. عايزين بقى نشوف الحته دي ايه اللي هو بيقول دوت ايه كلوكينج سيجنالز دي الايثرنت بتاعتنا احنا متعودين عليها الموضوع سهل جدا. بوصل كابل ايثرنت النتيجه هتبقى السرعه ايه؟ انا بوصل كابل ايثرنت اي حاجه لاي حاجه السرعه تبقى ايه؟ كام؟ مثلا او جيجا او قديم خالص 10 او 10 جيجا او 40 جيجا او 100 جيجا لو دخلت في الفايل صح؟ دي الاوبشنز الوحيده اللي يعني. وبعدين فاكرين امر اسمه سبيد اوتو هو لوحده بيديتكت الكلام دوت بيقول له اوتو ديتكشن بيحصل لو وصلت الناحيه دي 10 والناحيه دي 10 و100 هشتغل 10 لو الناحيه دي 100 والتاني 100 و1000 هشتغل 100 وهكذا صح؟ جميل جدا. طب الوين بقى انا اشتغلت ودخلت عندي ريز لاين حد تاني دخل ريز لاين دخلت ريز لاين طب ريز لاين سرعته كام؟ هل تي 1 ولا اي 1 ولا تي 1 سي ولا تي 2 ولا اي 2 ولا في ستاندرز موجوده عندك كتير. انا شغال سرعه كام؟ ما اقدرش اعرف. فاكرين الانترفيسز بتاعتنا اللي هي السيريال دي قلت لكم ان هي ما تقدرش تعرف مش عارف امر باندوس ما تقدرش تعرف اكشولي الباندوس بتاعها كام. ليه؟
لان في جهاز اللي هو الدي سي اي بقى هنا دوت هو اللي بيبروفايد ليها حاجه اسمها الكلوكينج سيجنال اللي هو التردد بتاع في حاجه بتتقاس بالهرتز دي. فالتردد بتاعنا دوت هو اللي بيحدد السرعه، التردد ده هو نفس السرعه. حلو، فاذا الجهاز دوت بيبعت اشاره للراوتر يقول له التردد بتاعك كذا، حلو كده، وبالتالي الراوتر ده بيشتغل. يبقى اذا مفيش هنا اوتو نيجوشيشن مش عارف ايه بقى عايزاكي سبمت والحاجه سهله نشتغل عشان لا، انا ممكن بيجي لي الراجل ده بيقول لي في اشاره انا اللي بشتغل بيها على حسب كلامه هو. فاهمين الفكره؟ الموضوع هنا وان سايد مش نيجوشيشن ولا فاوض، لا الموضوع كله بيحدده الجهاز ده. وبالتالي الجهاز ده لو مش موجود او بايظ او خرب او كونفجر بالغلط ده مش هيشتغل خالص، او هيشتغل بسرعه مختلفه، او هيشتغل. طب انا ممكن اعرف بعدها بقى هو قال لي سرعتي كام؟ ممكن تعرف بعدها هو قال لك سرعتي كام. فاذا احنا محتاجين الدي سي اي دوت في اي كوميونيكيشن، من غيره مش هيحصل، اشاره الكهرباء مش هتمشي اصلا على كيبل عندي، مش هيبقى في اشاره كهرباء ماشيه غير لما تحدد التردد بتاعها بالظبط. التايمز والسيريال كيبلز اللي عندنا كتير جدا. اول واحد وعشر واحد كان الار اس 232، تاني اللي هو التسعه اللي هو زي بتاع الكونسول كيبل بتاعنا، لو فاكرين هم الكونسول كيبل فتحته كده. فتحه تخش في الحته فيها سنون في الكمبيوتر اللي هي تسع سنون او اسمها الدي بي لاين. طب ايه اللي هو عامل ده؟ ده بيقول لك الكابل كان موجود زمان كانوا بنسميه نال موديل، يعني زمان يعني كانوا بيتوصلوا بيه تو ديفايسز، ممكن اثنين كمبيوتر او اثنين راوتر. لو عنده فتحه ار اس 232 الكمبيوتر، الكمبيوتر الثاني عنده فتحه ار اس 232 اللي هي دي، وجاي موصل كابل هنا وكابل هنا. وكده انت عملت ايه؟ زي كابل كروس ما بين الاثنين. تمام؟ بص حتى جوه عداد عامله ازاي؟ اصلا في ثلاث اطراف بس شغالين، شايف اثنين ده رايح لثلاثه، واثنين هنا ده رايح لثلاثه، وخمسه ده رايح لخمسه. كابل كروس. تمام؟ ده زي كابل كروس بالظبط. فيعني ده السنك بقى هنا ال سي، اثنين وثلاثه هم دول الداتا، الخمسه ده ملوش دعوه بالداتا يعني. فاذا اللي هو بنسميه الجراوند يعني. فبص اهو اثنين بقى ثلاثه ار اكس تي اكس، وثلاثه بقى اثنين تي اكس دي ار اكس، ده كان حاجه قديمه جدا موجوده زمان. ده احد انواع برضه كونكشنز الثانيه، كان اسمه دي بي 60. ده موجود في صوره اسمه دي بي 60 بقى قديم قوي قوي. سيسكو بقى بتقول لك انا عندي الناحيه دي راوتر كونكشنز وعندي الناحيه دي نتورك كونكشنز سي اس يو بي اس يو. اطلعت بقى ان كان في اوبشنز كتيره جدا، ده البي 35، ده ال 232، ده مش عارف ال 449، ده الاكس 21، ده الاي تي مش عارف 35. شايفين الدنيا كانت عامله ازاي؟ ده اللي هو الكابل ده اللي هو بيوصف لك الكابل ده اللي هي الراوتر رايح لمين؟ للبي اس. طبعا اللي موجود واللي شغال لو لسه شغال دلوقتي اصلا هو البي 35 في النص. عشان كده وانا اللي هركز لك هيجيب لك صوته دلوقتي يعني. الدي 35 بتاعنا دوت. لكن كانت المشكله بتاعتهم سواء اي واحد من دول، شايفين الكونكشنز فوق بتتغير ازاي حسب يعني ده غير ده غير ده، الاثنين الاخرين دول شبه بعض اه بس فاهمين القصه؟ فكده عندك كام ويك بتركبهم؟ يعني مش دي الويك دي اللي هتركبها في الراوتر، ادي واحده ادي الثانيه ادي الثالثه ادي الاربعه، يبقى اربع انواع كده، هم الاثنين دول جمعهم دول اربع انواع. تمام؟ وفي كان في حاجات ثانيه كمان. طبعا ده كان بيسبب مشكله لسيسكو، فسيسكو اخترع حاجه اسمها ايه؟ سمارت سيريال. قلت لك بص انا هركب في الراوتر عندي ماليش دعوه بالطرف التاني زي ما انت عايز، بس انا في الراوتر عندي هركب طرف واحد. طرف واحد اسميه سمارت سيريال، هو ده اللي شغال دلوقتي، وهو ده اللي انت شفته في الراوتر لما شفناه قبل كده، وهو ده اللي احنا بنوصله اسمه الويك 2 كي، الفتحين دول سيريال 0 وسيريال 1 اللي عاملين زي سمكه قرش كده، وده طرف الكابل اللي بيخش فيه. فدايما الطرف هيبقى كده اللي داخل هنا، الطرف الناحيه الثانيه بتاع الكابل ده ممكن يكون اي حاجه. B35 X مش عارف كام، T مش عارف كام، مش مهم. فهمنا القصة؟ فأنا بوحد الويك بتاعتي والناحية التانية بقى إيه؟ بنتصرف فيها. فآدي أشهر واحد فيهم اللي هو الـ V35، وآدي الكيبل ده بالتحديد في الحقيقة، ده مش التانيين، لكن أهو هو ده الكيبل اللي بيبقى شغال فيه في الحياة العملية لو عندك إيه كونكشن CSU. طرف السؤال الجميل ده بيخش في الراوتر هنا، والطرف الكبير الضخم اللي شايفين فيه سنون قد ايه دول، ده اللي بيخش في الجهاز اللي اسمه سي اس يو دي اس يو. تمام؟ يبقى ده الكابل بتاعي اللي انا بشوفه في الحياه العمليه. هو سوى هنا بيتكلم على حاجه ثانيه، ايه الحاجه الثانيه؟ سيريال وان كونكشنز ان ذا لاب. ايه الكلام دوت؟ يعني انا في اللاب دلوقتي هناك الناحيه الثانيه وعايزين نخش في يوم ونشتغل مثلا ونعمل وان كونكشن زي اللي تحت ده كده. هعمل ايه؟ انا اكتشفت في الحياه العمليه ان الراوتر طلع منه كيبل عارف ان هو في 35 بس رايح لمين؟ دي سي اي اللي هو سي اس يو دي اس يو مثلا صح؟ وبعدين طالع خط تليفون ايه ده؟ اجيب من هنا بقى الحاجات دي كلها؟
فاهمين الفكره؟ يعني لو انا عايز اوصل توبولوجي فيها ثلاثه راوترز اللي هو المثلث بتاعنا، فاكرين 1 متوصل ب 2 متوصل ب 3 متوصل ب 1. عايز كام سي سي ودي سي يو كده وخطوط تليفون ايه؟ فاهمين المشكله هتقابلني؟ ما ينفعش. طبعا كان لازم يبقى في حل ان انا اقدر اعمل الكلام ده في بيئه لاب عشان التدريب بدون ما اعمل القصه دي كلها. اجيب منين؟ اصلا سي 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 ودي سي دول غالبا ما بيتباعوش. لا تاخدهم كليز مع ليز لاين كايجار مع الشركه بتاعت الاتصالات اللي هتبقى ممكن. طب ايه الحل البسيط اللي هم عملوه؟ حاجه بسيطه جدا. برضه تاني كابل كروس. تاني عملوا كانه ايه؟ كابل كروس. اخترعوا الكابل التاني ده، يعني ده كابل تمام وده كابل تاني خالص هم اللي اخترعوه. اللي هو فارس قول يا الله هو في الطرف ده هو هو بس ايه ده الطرف دوت؟ اه الطرف ده هو الايه؟ العكس بتاع دوت. تمام؟ بنسمي ده الميل تمام؟ اللي هو في السنون كده وده ايه؟ الفيميل. اوكي؟ بحيث ايه اللي بيحصل؟ ان انا معايا ده في الحياه العمليه على فكره، ده عمرك ما هتشوف ده في الحياه العمليه خالص، ده ملوش اي فايده. فقط في بيئه اللابس. انا عايز اوصل الراوتر لا اشتريت الكابل ده، هضطر اشتري الجزء التاني دوت، هيعمل ايه؟ اوصل الكونكشن دوت بدوت تاني. طب يبقى لك ايه كده؟ هو بيتقفل على بعض كده ومسميه كده، يبقى لك طرف ده بيخش هنا والطرف التاني ده هدخله في كده موصل تو راوترز ولا لا؟ هيوصل. تمام؟ عملنا كانه كابل كروس. بس بشرط ايه الشرط؟ ان الطرف ده هو الطبيعي المحترم، يعني ده اللي بيحصل في الحياه العمليه. فاذا الراوتر ده اوكي نو بروبلم خالص. لكن الطرف ده مش طبيعي ان هو يعني مش المفروض ان الراوتر ده يطلع منه يطلع الناحيه الثانيه يتوصل للراوتر، في حاجه ناقصه. السي سي دي سي ناقص، السي سي دي سي له وظيفه مهمه جدا غير ان هو بيوصل لي ان هو بيعمل حاجه اسمها الكلوكينج سيجنال. يعني الكابل ده اللي انا وصلته واخترعته كروس اوفر شغال دلوقتي؟ لا مش شغال. ليه؟ عشان السرعه بتاعته كام؟ ما يعرفش سرعته كام؟ مش كان في جهاز بيحدد له السرعه اللي هو التردد اللي قلنا عليه؟ فعشان كده الطرف اللي بيخش فيه دوت اللي هو طالع من الفيميل دوت بنسميه الكونكشن الطرف الدي سي اي. ولما بيخش هنا بخش على الانترفيس ديت وبسيت اب الكلوك ريت. كوماند اسمه كلوك ريت هيعدي علينا من كده ست لكم عشان احوش بالتفصيل. وامر كلوك ريت تحت الانترفيس السريال ده بيحدد السرعه والتردد بتاع الانترفيس دي. يعني بتقول له مثلا كلوك ريت 64000 كده بتقول له التردد بتاعك 64000 ده معناه ان سرعتك 64 كيلو. فاهم القصه؟ فاذا بدون ما اكتب الامر دوت لو كنت بتنسى تكتبه زمان في الحقيقه الامر دوت ما تلاقي اللاب بتاعك مش شغال، تلاقي اكشولي الكونكشن مش شغال ما بين التو راوترز دلوقتي لغايه لما اخش اكتب الامر كلوك ريت. سيسكو اكشولي كوركتد الموضوع دوت ان انت استحاله تنسى كلوك ريت لانه موجود باي ديفولت. يعني لو شفناه ثانيه كده تبقى خلاص دي اخر حاجه باكيت تريسر كده. اوكي هنجيب تو راوترز او يعني نجيب الاول راوتر واحد راكب فيه ويك لان الراوترز عندنا ما فيهمش ويكس. تمام نجيب مثلا ايه اوكي 2811 وبطفي الباور بتاعته الباور اهو ونركب له ويك تو تي هنا كده مثلا ونتقل له باور وبعدين تاخد منه كوبي كده ونروح للكونكشنز زي ما انتم شايفين كان عندنا تو كونكشنز اللي هو زي ما انت بتقول لك اختار اي واحد دلوقتي بقى انت فهمت في واحد اسمه سيريال دي سي اي في واحد اسمه سيريال دي تي اي تفرق فيه. لو اخترت الدي تي اي ده كده ورحت دوست هنا سيريال 000 وبعدين دوست هنا سيريال 000 انت عملت ايه كده؟ الطرف الدي تي اي دخلته هنا انت صح؟ يبقى ده الراوتر بنقول عليه الدي تي اي تمام؟ وده هيبقى الدي سي اي، الطرف ده هيبقى اسمه دي سي اي والطرف ده اسمه دي تي اي. لو الكيبل اكشولي موجود ومسكته في ايديك هتلاقي طرف الكيبل الاثنين نفس الطرف اللي هو سمارت سيريال ده، بس ده مكتوب عليه دي سي اي في طرف الكيبل وده مكتوب عليه دي تي اي. حلو؟ جميل جدا. طب وبعدين ايه الفرق بقى عندي في الكونفجريشن؟ مفيش فرق دلوقتي، المفروض ان انا بخش على الدي تي اي ده ما اعملش حاجه، ولما اخش على الدي سي اي اكتب امر كلوك ريت اللي قدامي صح؟ بس الحقيقه ده كان زمان، دلوقتي سيبك اي حاجه خالص، ليه؟ بص انا مجرد اكتب اي امر على اي حاجه خالص اقول شكرا. تمام. ايه مكتوب تحت الانترفيس السريال؟ نو اي بي ادريس وشوت داون، اوكي ده متوقع موجود هنا برضه نو اي بي ادريس وشوت داون بس في كلوك ريت باي ديفولت من غير ما ادخلها ولا حاجه، انت استحاله تنساه. تمام؟ طب ده عشان دي سي اي يعني لو رحت للدي تي اي دلوقتي وقلت له تمام معلش كده وريني شغل عن برضه نفس الحاجه هو ما يعرفش مين الدي تي اي ومين الدي سي اي حلو كده لغايه لما اكشلي تيرنال الانترفيسز هو ما هو شوت داون لغايه لما عمل لهم شوت داون يعني لو دخلنا من هنا سريعا كده قلت له اون بهذا الشكل ورحنا لهنا برضه قلنا له اون ما قلت له شوت داون بس مش هيبقى فيه اخضر كده خلاص هو كده عارف مين فيهم الدي سي اي ومين الدي تي اي
بسهوله عرفوا ان ده هو الدي سي اي وبالتالي ده اللي ابتدى يبعت شرط الكهرباء ويحدد وان شاء الله الراجل بيحددها ب 100 كيلو فولت 2 مللي وطبعا ممكن اقللها زي ما عايز اوصل ماكسيموم 2 مللي. طب انا اعرف منين بقى لو انا يعني هنا شغال؟ طبعا في الباكجز نفسه لما بتقعد بالماوس كده بتلاقي جنب اسم الانترفيس لاحظتوها؟ بصوا على الطرف اليمين في رمز الساعه اللي بيظهر ده ده بيقول لك ده الطرف الدي سي فهو ده اللي انت محتاج تظبط من هناك كلوك ريت. بس طبعا لو انا شغال في لاب مفيش حاجه اسمها كده هتظهر يعني. طب اعرف منين؟ انا مش عارف دلوقتي اني راوتر فين. بنقوم شو كنترولرز اول مره نشوف الارض ده شو كنترولرز بدل شو انترفيس. كنترولرز ده بيوريك معلومات الكارته اللي هي سيرفر دي بتطلع حاجات غريبه جدا حد فاهم حاجه ولا بيحصل ده ولا انا تمام. لكن بجد ولا لكن في اول ثلاث سطور هتلاقي الاجابه بتاعتك. انترفيس سيرفر دي زي هاردوير از كذا 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 دي سي اي في 35 وكلوك ريت 2 يعني يبقى ده الطرف الدي سي انا عارف دلوقتي. لكن لو رحنا بقى للراوتر الثاني وكتبنا نفس الكوبايه كده الغريب دوت شو كنترولرز سيريال 0 سلاش 0 سلاش 0 برضه في اول ثلاث سطور هتلاقي الاجابه بتاعتك. هاردوير از كذا دي تي اي في 35 وتي اكس اند ار اكس كلوكس ديتكتد تمام. يعني شغال تحت ثلاث شغال واحد يعني انت دي تي اي والناحيه الثانيه عمل لك تي اكس اللي هي الترانزميت طبعا ريسيف اي كلوكس. يبقى انا عرفت كده مين الدي تي اي ومين الدي سي اي. مش محتاج اعمل حاجه المعلومه دي في الحقيقه يعني كان في لغايه ال 220 والكلام ده كله تحت ثلاث سيسكو بالسنتين يعني لو الاي او اس بتسال فيها بمعنى ايه جايب لك مساله كامله سؤال كامل في الامتحان ان مفيش كونكشن الانترفيسز واحده اب واحده داون والحل بتاعها ان انت نسيت امر الكونكريت. ده كان سؤال بيجي في الامتحان. فطبعا يعني رغم ان انت مش محتاج ولا ده بيحصل دلوقتي خالص بس اديك عارف ايه القصه بتاعته والكوماند اللي بيوريك مين الدي سي اي واللي بتاعه هنكمل المره الجايه احنا واقفين هنا عند السلايد اللي هي فيها الترانزميشن ريتس وما تنساش المره الجايه ان شاء الله. Give us that.